هنتفرج على الشغل. يلا غدا فين؟ يعني غدا نسيت احط الصورة. مين؟ طيب يلا يا غدا. نعم يا دكتور. جميل يا غدا، كويس أوي. الورقة بتاعتك قريبة من الفاتح ولا من الغام؟ لا، من فاتح بيشاد. بالظبط، تمام. فالمفروض نشتغل أكتر شوية بالقلم الجاف، يعني في مناطق كتير كانت لسه محتاجة شغل بالقلم الجاف أكتر. يعني بصي، مناطق زي كده كده، الأخضر نفسه كان محتاج تون بسيط كده بالقلم الجاف. بصي دي كلها، يعني شايفة الشكل ده كله، يعني كله واخد تون غامق، حتى الإزاز اللي فيه. فأنت عاملاه تحسي إن هو شفاف، يعني كل الكتلة بتاعة المبنى شفاف، الفورم بتاعه مش متأكد كويس. طيب، إنما جميل طبعا. ممكن هنرجع تاني نغمق عليه. الأرض عاملة إزاي؟ بصي، واخدة ميل شوية، بيحسسني أكتر بالعمق، لأن التغيير في ميلة الظل. بصي أنت عاملاها إزاي، فمحسني إن أنا شايف الكادر من فوق، مع ان منظور المبنى انت عاملاه كويس، انت عامله المنظور كويس جدا، تمام. بس الخط اللي فوق ده محتاج يميل شويه. بس غير كده تمام. عاوزين بقى نلون كمان بقوه. شايفه الاحمر ده قوي ازاي؟ فالاحمر ده فاتح، انت حاطه ليه بني فيه؟ يعني حاطه ليه بني غامق هنا؟ محتاج اللون يبقى قوي، ما تحطيش بني عشان اللون ما يتكتمش، خليه صريح ونصف. ونبتدي نلون بقوه برضو في النجيله وفي الشجر وفي السماء، يعني عاوزين الالوان تظهر شويه. تمام يا غدا، ماشي، كويس قوي. يا ريت بقى نشوف اللوحه النهائيه على الفيسبوك. وانا كنت حابه اعرف راي حضرتك في البورتريه، ممكن؟ في البورتريه، ما احنا ما اتفرجناش على البورتريه، عاوزين نشوفه على الفيسبوك. ولو حابه اقول لك رايي هناك هقول، يعني انا نزل. هضيفه على الفيسبوك. اعملي لي بس منشن وهدخل اشوفه ان شاء الله. طيب ماشي، شكرا. يلا بعد كده مين مش كاتب اسمه؟ مين يا جماعة مش كاتب اسمه؟ ايوه يا دكتور، انا رضوى، انا كاتبه. ايوه يا رضوى، فين؟ شفت، ماشي، شبه التقدير بس كويس قوي يا رضوى، ما شاء الله القدر مظبوط. الجاف نسبته كويسة قوي، وبدأت تلوني فعلا في الوقت المناسب. محتاجين ننور شوية الإضاءات أكتر. بصي تحت كده الحتة دي، أنا أعتقد الحتة دي اللي هي البطل بتاع الكادر، هي مصدر الإضاءة. اللي صح، بيحصل إن إحنا كل ما بنمشي كده الإضاءة بتهدى، كل ما بنبعد عن مصدر الإضاءة الإضاءة بتهدى. أنت عملتي العكس، قويتي دي وهديتي دي. محتاجين عكس صح. نبالغ شوية في الموضوع ده. وبرده شايفة البؤرة بتاعة النور اللي ورا دي، دي ما عرفتش عاوزين اعمل نبالغ. نوري اكتر، حطي ابيض ونوري الدنيا اكتر، وخلي ماشي يبقى كويس. في وسط الورقات دي في ابيضات، في نقط ابيض كده وسط الورقات، عشان احس ان دي الخلفيه مش مجرد حاجه جنب الشجره. ماشي، حاضر يا دكتور. بس يعني لمسات بسيطه كده وخلاص، بس شغل عظيم يا رب. شكرا يا دكتور. مروه محمود، يلا يا مروه. ايوه يا دكتور. كويس يا مروه قوي، بس خدي بالك ان ورقتك فاتحه، وانت اشتغلتي بالالوان الخشب بالالوان الفاتحه، والجاف نسبته قليله. يعني قارني كده ما بين الفاتح والغامق هنا. استني، وبين الغامق والفاتح هنا ايه الفرق؟ قريبين من بعض فوق. قريبين من بعض عندك، بتحسي ان اللوحه كلها هاف تونال، تمام. فمحتاجين بس نغمق اكتر في القلم الظلام. بيقطع جامد قوي يا دكتور، الشغل بيقطع بجد من، الورد صعب قوي. ايوه بيقطع من الاول ولا بعد ما حطيت الالوان؟ بيفصلني يعني كل شويه. لا، من قبل ما احط الالوان يعني القلم يبقى مش المشكله في بيفصل. القلم. تمام، ماشي، ممكن نغير القلم ونكمل. اوكي تمام. لكن ندوس بالجاف نغمق جامد يعني، ما نخافش. يا ريت، ده انت مختاره كادر كمان كله اسودات اصلا، يعني كل الغامق ده عاوزين نغمقه على قد ما نقدر. هاتي اخر. تمام يا دكتور، اوكي، شكرا لحضرتك. بس جميل يا مروه، شكرا. هدير، يلا يا هدير.
بداية جميلة يا هدير والله، يعني بني الكادر بشكل محترم، برافو. يلا هنبتدي نكمل بقى التحضير. ودايما يا جماعة بنقارن بعينينا الموجب والسالب اللي في اللوحة، يعني هنلاحظ هنا ان كتلة الشجر دي موجبة، اللي وراها سالبة، عشان كده بتظهر. فنحاول برضو واحنا في التحضير لو حولنا الصورة دي ابيض اسود هتلاقي كتلة الشجر دي كلها غامق. محدش يقول لي بقى الشجرة فيها فاتح وغامق وبتاع، ايوه ماشي فيها فواتح، بس فواتح في الغامق مش فواتح في الفاتح. فلازم قبل ما ادرس التفاصيل افصل الخلفية عن العناصر الاساسية. برافو يا هدير، كملها بقى ونشوفها على الفيسبوك. سواء سارة قبيل، يلا يا سارة. سارة قبيل عموما كويس يا سارة، برافو. عاوزين بس نكمل مرحلة التحضير قبل ما تدرسي، انت بدأتي تدرسي هو الحاجات ولسه كل الشجرة دي ما اشتغلتيش فيها، فكأنك عملتي الجزء ده 100% والشجرة دي 0%، ما ينفعش. يعني محتاجين لسه نشتغل بالجاف كتير في مرحلة التحضير قبل ما نعمل مرحلة الدراسة، لأن لو دخلنا في الدراسة على طول الأول بيحصل تشتيت شوية، تلاقي كل حتة مدروسة بنفس الطريقة وكلهم مبنيين على أرضية واحدة بيضة، فبتحس كده بالفراغ. فعاوزين نحضر الأول نفس الفصل الغامق عن الفاتح قبل الدراسة، ماشي؟ يا دكتور، يعني اكمل تحضير الاول بعدين ابدا في الدراسه؟ بالظبط. انا ما خلصتش لسه فاضيه كده، لان دراستك للشجر دي ده بالطريقه دي بتقول ان الشجر لونه ابيض، صح؟ شايفه اللي حصل هنا كده؟ بطريقه ايه؟ بتقول لي معلومه ان الشجر لونه ابيض، ايه اللي حصل هنا؟ الموجب والسالب عامل ازاي؟ لا لا لسه، لا مش لسه، مفيش لسه. اول ما ابدا تصدير المفروض الشجره دي كلها اديها ايه؟ لا غامق طبعا. بالظبط، انت حاطه ليه فيها فاتح اصلا وهي ما فيهاش فاتح خالص؟ وحتى لو فيها، حتى لو فيها فاتح مش هيبقى الفاتح اللي انت سايباه ده، هيبقى فاتح غامق مش فاتح فاتح. صح. مهم نفصل الغامق عن الفاتح الاول قبل الدراسه. ما تدرسيش على ارضيه فاضيه. تمام كده؟ تمام. انا كنت عايزه اسيب اللي هي السبيسز بتاعت ورق الشجر اللي واقع فوقيه، فوق الشجره، عشان ما ياخدش معايا درجه الغامق. يعني على أيوة اللي هي مش الحاجات اللي عليها دايره دي في بس هو برضو في الغامق مش في الفاتح، عشان كده محتاجه تلخصي بس عينيكي ولخصي توتال الغامقه دي، وهتلاقي في الغامق درجات. ما هو الغامق مش درجه، الغامق درجات كتير قوي، في منه فواتح وفي منه، ماشي؟ تمام تمام جدا، شكرا يا دكتور. زينب سالم، يلا يا زين. ايه دكتور مع حضرتك؟ اداء جميل يا زين. خدي بالك بس، عاوزين الشجر اللي قدام ده ورقاته بقى تبقى حجمها كبير بعد طبعا ما تحضري. انت بداتي تلوني ليه بقى قبل ما تخلصي بالجاف؟ بدات الون؟ في الوان خشب كتير مع الجاف، وانت لسه ما حضرتيش اصلا. لا انا رسمت بس السكتش بالبني الغامق. طب ما كانش معاكي قلم جاف؟ المفروض كنت ابدا ارسم بالجاف. ما انا قلت كده ولا لا يا جماعه؟ معلش يا دكتور. تمام، قلت جاف. طب دلوقتي ايه اللي هيحصل لما ترسمي بالجاف على الخشب؟ مش هيعرف، مش هيشتغل قطعا. تمام كده؟ تمام. احنا بنرسم بالقلم الجاف وبنحضر بالقلم الجاف ونظلل الغوامق كلها بالقلم الجاف، وبعد كده يجي دور بقى الالوان، عشان حتى يفرق عن اللي كنا بنعمله قبل كده. ما احنا قبل كده كنا بنرسم بالالوان خشب، المره دي حاجه مختلفه. بس عموما كويس، بس عرضتي شويه البربوله دي ومع ذلك مظبوطه حلوه، يعني فيها معالجه حلوه. عاوزين نكمل شويه بالقلم الجاف قبل ما نحط اي الوان تاني. حاضر يا دكتور، ماشي. جميل، جميل كذا. شكرا. نعم. ونحاول واحنا بنظلل بالقلم الجاف يا جماعه نزهر شخصيته، يعني ما نسيحوش زي الرصاص. في ناس بتقعد تشتغل الجاف كده جنب بعض بطريقه بطيئه جدا لدرجه ان هو يطلع متسيح زي الرصاص. لا، انا عاوز الخطوط بتاعته تبين، التهشير والشخبطه والعفويه اللي فيه تبقى باينه، لان تبين شخصيته. يلا، من غير اسم ومن غير صوره. ايوه دكتور، انا اميره. معلش الموبايل فيه مشكله، ما عرفتش احطهم جنب بعض. طيب ولا يهمك يا اميره. كويس يا اميره، بس في اداء عنيف في كذا مكان فشدد العين. بصي، ادي واحد،
2 3 4 5 6 7 8 9 10. شايف حسيتي بالفصلان؟ ودول ما يضغطوش بالالوان؟ لا، ما هي مش مشكله الوان دلوقتي، هي مشكله انك ما عدتيش على مرحله التحضير، ما حضرتيش، قعدتي تمسكي في كل واحد شويه وتسيبيه شويه وتسيبيه شويه وتسيبيه. عملت كده فعلا. شوف الكادر حته واحده، عايز تشوف الكادر كله بتاعه كله حته واحده. انت ما شفتيش كده، انت شفتي الكادر شجر، شفتي شجره وشجره وشجره وشجره، صح؟ ايوه. لا، عاوزين نلخص الاول. انا قلت لكم قبل كده التلخيص قبل التفاصيل، ونبربش عينينا قبل ما نركز ونشوف كل حاجه متفصله ازاي. وحتى لو الحاجات دخلت في بعض في مرحله التحضير ده احسن، عشان عينيا بتبقى مركزه مع ظل وامور مش مع العناصر نفسها. ما يهمنيش اعرف ان دي شجره وشجره، انا يهمني اعرف ان المنطقه دي فيها غامق ايا كان بقى اللي فيها ده ايه. وبعد كده بعد ما اطمن على وضع الغامق في مكان والفتح في مكان، نرجع بقى نشتغل في التفاصيل اكتر، ونظهر الغامق اكتر ونظهر الفتح، وهتلاقي واحده واحده الشجر بيظهر لوحده. ايوه. بس انما اداء جميل وحلو قوي، حاول بس نلمها بالقلم الجاف، يعني لانك سايبه اماكن كتير برضو مش واخده فيها قرار هل هي فاتح ولا غامق ولا وسط. يعني في حتت كتير اكيد مش كلها فاتحه كده. يعني محتاجين نراجع شويه بالقلم. طول في النص متوسط كده. كويس. مع ذلك اللي انت عاملاه ده برضو ممكن نعتبره نوع من انواع تكسير القواعد والمعالجه المختلفه. لكن طبعا لازم ده يبقى بيتعمل شويه بوعي، واحنا واعيين لده. فطبعا مع التكرار والخبره والممارسه الكتير هتبقي قادره تعملي ده وانت عارفه تسيطري على اللوحه كويس. ولكن طبعا ده بيطلع بسنا دلوقتي، ودي حاجه كويسه، وده اللي بيميزنا، لان احنا لما بنشتغل بحريه كل واحد بيعبر بطريقته. وبس. نايم يا امير. برافو. ماشي، شكرا يا دكتور. نعم. يلا، مين مش كاتب اسمه؟ أنا يا دكتور شيرين. شيرين، كويس يا شيرين، في جو حلو قوي في الشغل، برافو عليك. الورقة ناحية الفاتح، وطبعا الكادر الحقيقي مش معايا فأنا مش قادر أقارن طبعا، ولكن لحد دلوقتي كويس. أنا عاجبني مودي الألوان الهادية بتاعتك دي. القلم الجاف مش باين قوي لأنك عدتي على كل الشغل بالألوان، يعني كنت محتاج القلم الجاف يظهر أكتر، يعني لو حد شاف اللوحة دي مش هيفتكر إن فيها قلم جاف أصلا. بس هو ظهر عندي، بس يمكن من التصوير. أنا عارف بس محتاج شخصية تظهر أكتر. تمام. ما تبقاش الألوان هي البطل، أنا عاوزه هو البطل والألوان تيجي بعد كده. بس إنما الشغل كويس قوي، جميل. لو حابين بقى نعمل حاجة إضافي ممكن نعمل، هو طبعا ما فيش واجب، لكن لو أنتوا خلصتوا وحابين الفترة الجاية لحد ما نبدأ البست إن شاء الله تعملوا كادر تاني من جنينة الأورمان أو الأسماك بالطريقة دي، يا ريت. طب هو دكتور قول، هو إزاي يعني ما ركزش على كله؟ أنا ما بعرفش، ما اديش اهتمام لكله. يعني حضرتك بيبقى فيه اختزال يعني رهيب، أنا ما مش بعرف بصراحة أمسك إيدي. تقليل الاهتمام بس، يعني حاولي خلصتي بدري، يعني وانت مثلا انت فاكره دلوقتي ان انت في نص القلم الجاف مثلا، وقولي خلاص انا مش هكمل وهسيب الحته دي ناقصه، وابداي لوني في جزئيه معينه ثانيه، وخلي الاهتمام يتوزع بشكل عشوائي ما يبقاش مقصود. لانك طول ما انت مركزه وقاصده تعملي تشتغلي، يعني هتلاقي نفسك عماله تهتمي بده وبده وبده. وبعدين في حاجه برضو بتبقى مهمه في الموضوع ده، انك تحددي ايه المنطقه المهمه واللي مش مهمه، ودي حاجه ترجع لك برضو وانت بترسمي. بتلاقي فيه بعض العناصر كده بتشدك، بتخطفك، تقول لك انا اللي لازم ابقى البطل، واحيانا بيبقى عنصري، ممكن تخلق حوار في الموضوع زي مشاهد السينما كده، ممكن المشهد يبقى شخص واحد بيأدي كده لوحده سولو، ممكن اتنين، واحد واحد واحده او واحد واحد مثلا، وبيتكلموا. انا عاوز اخلق حوار من خلال المشهد، مش مجرد ان انا اهتم بكل واحد، لان ده لو حصل في السينما تخيلي لو في خمسه واقفين في المشهد وكلهم بيتكلموا في نفس واحد، او كلهم مهمين، او كلهم واقفين في بؤره الرؤيه، هيبقى ازمه كبيره قوي. فتعاملي بالمنطق ده مع اللوحه، هتحسي فعلا انك وفرتي مجهود، وفرتي وقت، ووفرتي خامه كمان،
عشان ركزتي اكتر على حاجه مهمه واهملتي الباقي، ما اهملتيهوش تماما بس هو موجود لكن دوره مساعد. يعني انا شايف مثلا ان الاهتمام بالجزء ده قوي كده كان ممكن يبقى اقل من كده شويه. الحته دي برضو اتفصصت بزياده، كانت ممكن تعيش اكتر في الخلفيه بتاعت الجذوع الشجر، بقت كلها درجه واحده وبارزه قوي بزياده. دي برضو اهتميت بيها بزياده بنفس التركيز، فالتركيز ماشي عماله توزعي الاهتمام بنفس الطريقه. فتخيلي مثلا انك عندك اولاد، ولد عنده 3 سنين، ولد عنده 10 سنين، ولد عنده 20 سنه، هتعامليهم نفس المعامله؟ مين هياخد اهتمام اكتر مثلا؟ أصغر. اصغر خالص. الصغير هياخد وقتك اكتر واهتمامك، الكبير هيعتمد على نفسه شويه فمش هتهتمي بيه قوي، وهكذا. فتعاملي بالمبدا ده، والمبدا ده هو القريب من روح الفن اكتر. حتى الكاميرات بتعمل كده دلوقتي، الكاميرا تعمل لك نقطه التركيز على عنصر وتفيد الباقي. يعني هي عاوزه تجيب من الاخر، هي عاوزه توريك الحته دي بس، والباقيين دول كلهم بيخدموا عليك. فان شاء الله ده يتحقق. خلي بس الفكره في دماغك، وبالممارسه هتلاقي نفسك مع الوقت انت بشكل تلقائي هتروحي ناحيه كده، يعني لان كلنا كنا يعني معرضين. لو قلت عملت مثلا لوحات هيبقى ده هيفيد صح كده؟ عملتي ايه؟ لوحات ايه؟ ولا استنساخ قصدي من لوحات زي بتاعت حضرتك وكده، ده يفيد ولا انا احاول لا. انا اعمل دلوقتي لحد ما نطلب الاستنساخ، انا هطلب منكم استنساخ بس مش دلوقتي. لا، جربي تختاري كادر جديد وتشتغلي بالطريقه دي، بانك تبقي شايفه اللوحه فيها مناطق مهتمين بيها ومناطق لا. بس ممكن اضيف حاجه لشيرين؟ يا ريت. ممكن الكادر اللي هتاخده اول حاجه ما نكبرهوش، لان التكبير الشاشه بتاعتنا بتبيحد لنا كل حاجه. حاجه تانيه، اعملي سكتش يا شيرين وحددي الهدف بتاعك. يعني لو في شجره وترعه هم دول الابطال، ما ترسميش اللي وراه، اعتبريني اضاءه بس متفيده، وخلي البطل هو ياخد التركيز الاكبر منه. اللي انت عملتيه سكتش، لما تيجي تنقلي على اللوحه هتلاقي بطبيعتك بتركزي على البطل بس، وكل الادوار الثانويه هتعمليها نوع من التفييد كده، تبقى يا دوبك بس برافو. جميل جميل يا نهى، شكرا جدا. شكرا جدا. طيب نشوف مي حسين. يا دكتور جميل قوي يا مي، اوت لاين جميل وحلو، احساسك بالشجر والظلال، وفي مبالغه طبعا في خط الارض، يعني انت عملتيه بشكل دائري شويه. مع ذلك كويس، انت رفعتيه فوق النص بشويه وبشكل دائري، لكن جميل، انا عاجبني المعالجه. عاوزين نكمل، خدي بالك ورقتك فاتحه، خدي وقتك في القلم الجاف لحد ما تحسي ان اللوحه ينفع تتعرض وهي قلم جاف، كانها سكتش بالقلم الجاف، بعد كده نبدا نلون بقى. تسلم ايدك. يلا مين مش كاتب اسمه؟ زين يا دكتور. اهلا. ايوه حضرتك جميل والله، في احساس حلو قوي. تسلم ايدك. طيب تشجيع جامد قوي يعني، ربنا يخليك. لا مش انا محبطه من الصوره دي. ليه محبطه؟ ليه؟ ما اعرفش، اول مره اشتغل بالجاف، والجاف ده صعب قوي، بيقطع وبيحفر في الورقة، لأنه ببقى عايزة يكتب فبضطر أحفر في الورقة جامد. اشتغلت بيه بعد الألوان ولا قبل؟ لا اشتغلت أول حاجة بيه، وبعدين لو بس بيقطع، كان بيقطع وبيحفر أيوة الورقة يعني، عشان أدوس عشان يكتب، فكنت بدوس جامد على الورقة، فكنت حاسة أنه قوي جدا يعني. شغال على ظهر الورقة ولا الوش؟ لا على الحتة الخشنة، الناحية الخشنة أكيد. أه ماشي. عموما هو على الناعم مش هيشتغل كويس، فأنا شايف إن الملمس شوية ناعم، فممكن يبقى إحنا اتلخبطنا مثلا وشغلنا على الظهر. فجربي تشتغلي مرة كده تجربة تانية على الوش، هتلاقي القلم الجاف شغال كويس أوي. وحاولي ما تحطيش الألوان بدري قبل ما تخلصي القلم الجاف. لا أنا خلصت. وبعدين اللوحة مايلة، لازم تبقى مايلة عشان القلم يكتب ما يقطعش، ما نرسمش وهي واقفه. يعني القلم اللي انا كنت برسم بيه في الفيديو، هو القلم ده بيرسم مع الواقف شويه، انما ممكن كل الاقلام اللي معاكم ما تعملش.
اه طبعا فلازم القلم نشتغل. عادي خالص. ولكن انا عاجبني الجزء اللي فوق ده، ده بص انا هشيل ده، افندم شايف الفوق. مش سامع حضرتك كده. انا ما اتكلمتش، انا بقول هنشيل الجزء اللي تحت ونبص كده على الجزء اللي فوق، ايه المنطقه دي اللي فوق حلوه ولا وحشه؟ ما اعرفش رأي حضرتك ايه. لا انا عاوز رايك انت، شوفيها كانك مثلا بتشوفي عمل فنان في انا برضو معرض مش او بفهم كده قوي يعني مدروس. زي حضرتك. ربنا يكرمك، ما انا هقول لك رايي، بس قولي لي انت رايك لو شفتي دي لوحه متبروزه ومحطوطه في معرض، وتفكري شبه شغل مين؟ شفتي مثلا شغل فنان شبه كده او مدرسه فنيه شبه كده؟ لا أنا مش عارفة يا دكتور. حد يقول لنا طيب يا جماعه لو حد عنده خبره او شاف شغل زي ده قبل كده الفنانين، هنري روسو يا عشان ما بقاش دكتور. انا اللي بقول. ماتيس. هنري روسو، تمام، وماتيس، كويس، عشان انا لما بقول الكلام ما بتصدقونيش، بتعتبروني بجامل وبتاع وكلام فارغ، لكن لا لما الكلام يجي من غيري بتصدقوه. تمام، طيب خلاص زي الفل، الشغل حلو قوي، ميرسي أوي يا بس دكتور. الجزء اللي ضعيف في اللوحه هو جزء العربيه، يعني هي من غير العربيه الكادر حلو قوي. فنعمل ايه؟ حتى لو لقيت كادر عاجبني وفيه عربيه ومش هعملها كويس اشيلها، صح؟ ممكن لكن انا عاجبني قوي التلوين والجرأه اللي موجوده في الالوان، ما شاء الله، برافو، في حياه ميرسي كده، أوي تحس ان في ميرسي غياب أوي. انا بتحرك في الشجر يمين وشمال وفوق وتحت، والتلوين كمان فيه غنى، ترجمتك للورد، برافو، تسلم ايدك، ميرسي أوي يا دكتور. الله يخليك. ممكن بقى نقصها بالشكل اللي انا كنت عملته وننزلها على الفيسبوك؟ حاضر يا دكتور، حاضر. حاضر. ميرسي أوي يا دكتور. لا يلا يا هاجر، يا دكتور. اداء جميل يا هاجر، برافو. الورقه بتاعتك فاتحه جدا فمحتاجه شغل كتير. الورقة بتاعتي الماضي فاتح خالص. المنظور بس هنا محتاجين نعدله شويه، يعني دي جايه في مدخل اللوحه اصلا، فخدي بالك اعدلي. تمام. لان هي اللي مدخله عينيا جوه اصلا. حاضر. ماشي، والسقف برضو يميل شويه، وبس في اماكن طبعا كتير لسه محتاجه جاف، واغمق بالجاف اكتر ما وبعد لحقتش كده غير دلوقتي يعني. لا خدي وقت، خدي وقت، الشغل كويس، برافو يا هبه، جميل جدا. شوف بعد كده امنيه احمد. ايوه دكتور مع حضرتك. جميل يا امنيه، تسلم ايدك، برافو، كملي على كده، هي ان شاء الله. شكرا يا دكتور. شكرا يا امنيه. مروة أسامة. لا مش لوحتي دي دكتور، مش لوحتي. عندي أمال أنا، مين؟ متهيألي أنا. أستاذة سماح، تمام. بصي معلش يا أصل أنا ما نمتش من امبارح لا فمش مركز. معلش معلش، شايفة الكتلة بتاعة المبنى؟ أيوه طبعا طبعا، هو مش شبه الحقيقة، بالظبط. ماشي، فاللي حاصل ده بنسميه معلبة. يعني انت عملتيه برؤية تانية مختلفة، بشكل مختلف طبعا، ممكن ما نبقاش قاصدين، بالظبط. واوقات كتير لما الحاجة بتخرج من غير قصد برضو بتبقى حلوة، مش لازم يعني ابقى قاصد كل حاجة، لان الفن مرتبط اصلا بالعفوية والتلقائية اكتر من القصد. الملامس اللي موجودة في الشجر غنية جدا، يعني بصي كذا ملمس وشخصية كل شجرة باينة كويس، الاتجاهات اللي بتعمليها بالقلم كل ده عامل مدي غنى للمنطقة دي يعني. ف بس المبنى نفسه مش راكب على ده، يعني كان محتاج يتعامل الحرية بتاعة الشجر، ما اقعدش اسطره بالمسطرة قوي، يعني اشتغل فيه بتلقائية كمان اكتر، حتى لو المنظور طلع مش حقيقي، تمام. بس بحيث يبقى بس منسجم شوية مع الشجر، ومع ذلك كمل يعني هو عليه. يصغر شوي. هو كبير قوي، كان ممكن يصغر شوية ويطول شويه، الستاره بتاعته في الكادر دي حلوه، يعني كانت هتاخد عينيا وتدخلني جوه اكتر، انما اللي مضايقني بس دلوقتي البلوكه اللي قدام دي، البلاط المتقسم ده، حتى لو كان راح في المنظور شويه كان ممكن يسحب عينيا للكادر جوه، فلو قدرنا نقطع فبرضه ممكن اقطع لك، يعني لو قدرنا نقطع كده ونكمل ونشيل الجزء ده يا ريت، يعني ممكن تشتغل في الجنب بس اللي انا قاطعه لك ده. يعني ما مش لاقي النقطة.
ماشي. بصراحة أنا ما كنتش هبعت اللوحة دي لأني مش مركز خالص بجد. ما كويس، لا ساعات بنبقى مش مركزين وبنعمل شغل كويس. طيب يعني أشتغل كده خالص وأكمل في الباقي. يا ريت اشتغلي على الجزء اللي فاضل ده ونشوفه بعد كده. تمام، لأنك عاملة شغل فيه حلو بالقلم الجاف، خسارة والله. أنا مش يعني أنا قلت الدنيا باظت. لا أنا عاجبني، لا في يعني ده أحسن من الناس اللي سابوا الشجر ما عملوش فيه حاجة بالجاف. المفروض إن إحنا نشتغل بالجاف كتير، فده كويس. متشكر، شكرا يا دكتور. سارة الهواري. أيوه يا دكتور، معلش انا ما لحقتش اشتغل في فيها كتير. يعني اشتغلت في حاجات ماشي. لا كويس، بس ليه ما عملتيش مرحله التحضير؟ انت ده ما عملتهش؟ اه ان لسه في حاجات كتل. انا بس عموما ملاحظتي يعني انه يعني وانا بختار الكادرات الحاجات اللي هي اغلبها شجر يعني بتخليني overwhelmed كده، يعني بتخليني ببقى مش عارفه ابدا منين. يعني اغلب يعني ما اعرفش ده، فممكن ده الواحد يراعيه بعد كده في الاختيارات اصلا، انه يختار حاجه زي كده اللي هي فيها مبنى او كتله وبتاع، ولا يحلها ازاي؟ لا انت زي ساره قبيل برضو لما كلمت معاها بدات بالدراسه على طول. انت بداتي بالدراسه على طول لان انتوا بتحبوا التفاصيل، مش بتبلشوا في التلخيص وما بتلخصوش. لا لازم نتعلم ان احنا ازاي احول الكتله دي كلها، شايفه اللي انا هحددها دي، كل الكتله دي ليه ما خدتش غامق في التحضير قبل ما اقعد ادرسها؟ اوكي كل ده ليه ما عملتيهوش كده وريحتي نفسك؟ ليه الشجره دي اللي قدام كلها بصي ما خدتش تحضير كده غامق كلها وخلصنا؟ هل لما بحضرها ما ينفعش هينفع ادرسها ولا مش هينفع بعد ما عملت فيها كده؟ لا هينفع عادي. لان انا ما حطيتش غامق قوي، انا فردت غامق بسيط يوريني بس المناطق الغامق فاتح فين. فقرني كده اللي انا عملته ده باللي انت عاملاه، ايه اللي حصل؟ لا يعني كده اتلمت بدل ما كنت اتلمت خلاص فيه. يعني كده هتحس فعلا ان اللوحه اتقسمت موجب وسالب، بقت كتله وفراغ، بقت هي وعناصر. انما عندك كلها عناصر عناصر عناصر، وكل عنصر مبني على الارضيه الفاتحه، فتحسي ان الشجره جبس والغامق جبس والميه جبس والارض جبس والسماء جبس، فتحسي الحاجه كلها سماء واحده. لا ما انا لازم افصل الغامق عن الفاتح قبل ما ادرس. تمام، وده اسهل كمان. انما هتقعدي تدرسي كده بالطريقه دي هتلاقي كل هي بصراحه نفس الطريقه، درست نفس الطريقه. فلا هيبقى فيه قدام ولا ورا، ولا هيبقى فيه عمق، ولا هيبقى فيه بطل، ولا هيبقى فيه اي حاجه، صح؟ تمام صح. بس بخساره الاوتلاين جميل، نكمل بس بالتحضير وبعدين نبتدي بعد كده الدراسه بقى. خلاص ماشي اوكي. ماشي يا دكتور، شكرا. طب يا دكتور ممكن سؤال؟ طبعا. معلش نرجع لواحد ساره. يعني انا شايفه الحته اللي حضرتك علمت عليها دي، انا شايفه فيها حته كبيره قوي فاتح. يعني انا برضه هكون زي ساره كده. اي ما هو حته فيه حته فاتحه اهي، شايفه دي؟ فوق شايفه كل المناطق دي مناطق منوره. تمام، بس نشوفها ازاي بقى؟ بنحول الصوره ابيض واسود او نلخصها نوتين زي ما كنا بنعمل في الفاليو ستادي لما كنا في الورشه بتاعت المناظر، فاكرين؟ ايوه. ما استخدمتوش ليه الابلكيشن ده بقى؟ كان هيوريكم أيوة. الكتل عامله ازاي. انا قصدي بقى في الشجره اللي فوق، يعني اللي حضرتك كنت معلم عليها المره اللي فاتت. الشجره الكتله الكبيره اللي المفروض غامقه، انا شايف فيها حته فاتحه كبيره برضه. فين الحته الفاتحه اللي هي دي؟ يعني ايوه دي فتح غامق ولا فتح فاتح؟ حاساها يعني مش عارف، حاساها فاتح. لا لا لو حاولتيها هتلاقيها اغمق من لون السم شويه، فبالتالي هيبقى ان هي يدخل فيها قلم جاف خفيف، مش هتبقى ازمه، بالعكس ده هيدي ملمس حلو، يدي احساس الشجر. تمام. انتوا معتقدين ان الغامق ده درجه واحده يا جماعه؟ لا، الغامق ده درجات لا نهائيه، يعني في غامق واغمق منه واغمق منه واغمق منه 60 مره، فبرضه هيبقى
عندي فرصة ان انا اغمق واظهر. يعني لو حضرتها بالتون ده هيحصل ايه؟ شايفة التون ده؟ مش حاسة ان هما شبه بعض لو حاولناهم ابيض واسود؟ ايوه. مين بقى اللي اسيبه بلون الورقة خالص عشان احط له ابيض بعد كده ولبني؟ الحتت دي خمسية السنة، الحاجات المنورة قوي. يعني حاولوا تفرقوا ما بين الفاتح جدا وما بين الفواتح العادية وما بين فواتح الغامق. ده اللي بيعمل تشتيت، ان انا بعتبر فواتح الغامق زي فواتح الفاتح. صحيح. خلاص؟ ماشي، شكرا لك. تمام، شكرا جزيلا. يلا بعد كده عندنا حد مش كاتب اسمه. معرفش ايه الحكمة من ان انتوا مش بتكتبوا اساميكم. انا نسيت يا دكتور. انا هبة. اهلا يا هبة. ازاي حضرتك؟ تمام والله، انا عاجبني الشغل قوي. معالجة رائعة. بس هو في الحقيقة اغمق شوية. ما هو لا مش مهم، خلاص انا اعتبر ان انت عملتي معالجة وفتحتي. لا روح روح هادية وراقية. لا لا لا، قبل ما اصور الصورة الحقيقية بتاعتي انا اللي عاملاها اغمق من الصورة اللي اتصورت يعني. كويس قوي. انت شغالة على ورق ابيض صح؟ لا، رمادي فاتح. رمادي فاتح، طيب جميل، عامل مود مختلف. تسلم ايدي. هو طبعا القلم الجاف مش باين كتير، تحس ان هي لوحة الوان خشب بس، فكان ممكن نزود القلم الجاف. ما انا خفت تتشخبط. ما انا كنت عاوز الشخبطه دي بجد. عاوز اشوف احساس الشخبطه عامل ازاي. يعني بصي كده على المناطق اللي انت عملتيها. حلو قوي. ده الريفلكشن بتاع الميه. شايفه الاجزاء اللي بالقلم الجاف دي عامله شغل حلو، كانت محتاجه تزيد. عارفه لما يبقى الملح ناقص في الشوربه او في الاكل يعني. لا كانوا محتاجين ملح بقى. هو اللي قلم الجاف النهارده هو الملح بتاع الاكل. طيب يمكن انا ما فهمتش روح المحاضره. طيب عموما احنا ممكن عادي نجرب محاوله تانية نزود فيها القلم الجاف شويه ونعرض بقى التجربتين جنب بعض نشوفهم بقى على الفيسبوك. بس شغل جميل ومميز. ميرسي يا دكتور. ميرسي. يلا مين بعد كده مش كاتب اسمه؟ ولا دي شفناها قبل كده؟ دي ساره؟ طيب ماشي. دي شفناها. مين ده؟ دي شفناها الاول. طيب مين ده مش كاتب اسمه؟ رندا. يا استاذه رندا. ايوه يا دكتور. انا صباح الخير، ازي حضرتك؟ صباح الفل، الحمد لله تمام. لسه ما غمقتش، انا ما لحقتش معلش. هنغمق. عاجبني البدايه اللي في الشجر. كويس، حلو الكتل، وضعها كويس. عايزين بس نظبط الكوبري. يعني انا دايما لما يبقى في حاجه فيها منظور احاول افهمها، افهم هي معموله ازاي. هتلاقي ان المنحدر ده عامل كده، فبتخيله بشيله من مكانه، بشوفه بعيدا عن الشجر عامل ازاي، فتلاحظي ان الخط ده مال من شويه مع انه هو افقي اصلا، فبالتالي هياثر على اللي جنبه، اللي جنبه مال قوي. خلاص خلاص. أو نظبط بس الجزء ده. طيب الأعمدة بتاعت السور بتميل ولا بتعمل إيه؟ أي أعمدة رأسية ما بتميلش في المنظور، عمرها ما تميل في المنظور، هي بتقصر. كل ما تبقى تقصر. أوكي. مايلة برضو في الرسم. عاوزين نعدلها شوية. خلاص. جميل جدا. جميل. شكرا. ربنا يخليك يا دكتور. ميرسي. طيب يلا مين بعد كده؟ ايوه يا دكتور. صباح الفل. صباح الفل، اهلا يا ايمان. ازي حضرتك؟ تمام الحمد لله، شغل عظيم، بدايه جميله ما شاء الله. هتكملي تحضير ولا هتقعدي تدرسي؟ والله انا حاسه ان لسه في غوامق كتيره محتاجه تقفل، فبقفلها بالقلم الجاف الاول وبعد كده ولا الون بقى ولا. ما تدرسيش. لا انت لسه، سيبك من الالوان دلوقتي، انا بتكلم في الدراسه والتحضير. يعني هتبقى لما تخلصي دول. ايوه صح مظبوط. سيبي ده فواتح، كونك سايباه فاتح كده معناه ان هو لون السماء. لا لا لسه، هو مش لون السماء ده، فاتح غايمه. خلاص. ايوه عاوزين نظبطه بقى ونبتدي نلون على طول، ندرس ونلون بعد كده ان شاء الله. كادر جميل واداء حلو قوي، والمرحله دي هايله، فيها اختزال كده حلو، سكتش حلو يعني. هو يا دكتور البيت مش زي اللي في الصوره. بالظبط، عادي
هو طبعا بصي هقول لك التصليح بتاعه بس عادي، ان الخط ده ينزل تحت شويه انهي ظاهر تمام أيه. حاجه بسيطه ومع ذلك حلو اللي انت عاملاه، حل كويس. قصدي المربعات مش نفس المربعات اللي في انت عاوزه تعديل يعني وتطلعيها بالظبط. مش عارفه يعني هل هو مطلوب كده يعني لو انت بترسمي بني ادم دلوقتي هترسمي أيه. حواجبه بنفس عدد الشعرات اللي موجوده في الحقيقه؟ لا طبعا لا. لو شعرها نقصت هتزعلي؟ لا لا مش هتفرق معايا. نفس المنطقه. فرقت ايه؟ فرقت ان في 5 شبابيك من 10 شبابيك بالظبط، مش الكتله هي سليمه؟ ايوه المفروض. ايوه بالظبط، ما انت هنا مش عامله شبابيك اصلا ومع ذلك حلوه، شايفه؟ ايوه اضاءه حلوه والكتله والفورم بتاع المبنى باين كويس، القش اللي فوق السقف ما انت مش عاملاه كله ومع ذلك حلو. وده اللي هتكلم فيه بعد ما اخلص معاك، وفكره المعالجه ان انا ما بقاش مقيد بالواقع بشكل حرف. فكويس قوي، تسلم ايديك يا ايمن. ميرسي، ربنا يخليك يا دكتور، شكرا. شكرا. يلا مين ده؟ هو كده اللوحه اللي فاتت. انا شيماء. انا شيماء. اللوحه اللي فاتت هو كده الشجر كله يعتبر كتة غامقة؟ الشجر كله استنى احدده لك. ما انتوا لو بتستخدموا البرامج اللي احنا بنقولها لكم مش هتحتاجوا ان احنا نقعد نشرح لكم تاني الحاجات دي، هتشوفوا على طول ان كل ده متلخص غامق. كل ده لو عملناه على البرنامج بتاع الفاليو ستادي هنحس ان هو كله بقى كتله غامقه. بس انا كده لخصت الغامق كله. وكده كده التحضير ما بيبقاش بقى اغمق درجه في الكون. فالدرجه دي مناسبه ان هي تبقى في الفاتح بتاع الغامق. بس ده بيحصل بعدين، بعد ما اكون فصلت الغامق عن الفاتح. الفاليو ستادي ده موجود على الايفون بس، لو انت مش ايفون ممكن نشوف بقى على البيكس ارت مثلا او الايديت بتاع الموبايل، اي حاجه تلخص الصوره كده نوتان او ابيض واسود او درجتين ظل ونور بس. ماشي تمام جدا. يلا نشوف بعد كده حد من غير اسم. نراعي المنظور برضو عشان اللي خدوا الكادر ده ما عرفش ليه لفوا اليافطة كده، اليافطة مش طالعة لفوق نازلة لتحت، عاوزين نظبط الدخلة دي الحتة دي قبل ما نكمل. عجبني قوي تلخيص الشجر والأداء، عجبني قوي الجزء ده من البيت، ولكن المنظور اللي حاصل هنا بقى لما بنلاقي جزء مرسوم صح وجزء مرسوم غلط ده ساعتها اللي بيفصل. فأنا عندي ترسموا اللوحة كلها غلط أو ترسموها كلها صح، يعني ترسموها كلها بتكسير قواعد أو ترسموها كلها مظبوطة ومنطقية، إنما كده بيبين إن في مشكلة في المنظور هو مش قاصد، أو حتى الموضوع ما طلعش منه بشكل تلقائي، مش سايب نفسه بحرية إن هو يشتغل بحرية فيبوظ المنظور براحته. لا، ما هو ظابط المنظور هنا وظابط الأداء والنسب هنا، كادر كله جميل، تيجي الحتة دي وتفلت، لا يبقى هنا في مشكلة عاوزين بس نظبطها. انا ما اعرفش انت مين، كان نفسي اعرف بس يلا بقى معلش المره الجايه. ده مين اللي فات ده يا دكتور؟ ده كان انا، بس دي مش اخر حاجه يعني، انا ظبطت بعدها والله. طيب هنشوفها. لا حضرتك شفتها بالفعل يعني، حضرتك شفتها بالفعل. اللي كانت برضو فيها اليافطه مقلوبه. ايوه بالظبط، ايه دي. ماشي طيب. حلوه خلاص، انت بس تظبطي اليافطه سنه وخلاص. ماشي شكرا. شكرا يا رب. انا دكتور بس الاوت لاين قبل. نعم انت مين؟ بقول على الكادر ده، انا هدير، ده الاوت لاين. تمام طيب كويس. طيب زي الفل. ده شفناه وده شفناه. ده اللوحه اللي بتتكرر يا دكتور. نعم اعتقد احنا شفنا اغلبهم. شفناه في اي علي؟ ايوه يا دكتور. ايوه يا استاذه ايه، عاجبني قوي الدفء اللي في المشهد ما شاء الله، تحس كده في انا بحب الورقه حمراء، ورقه اورنج. انا بحب اللون ده قوي يعني، بحبه كمان في اللاندسكيب يعني، بينور الدنيا كده وبيدي احساس بالدفء والحيويه كده، عاجبني. وعاجبني درجات الاخضرات اللي طلعت والازرقات والموفات، وشخصيه القلم الجاف موجوده، عندها روح حلوه قوي في الشغل.
لا برافو والله، انا عاجبني يعني، ما عنديش تعليق، حاسس ان الدنيا خلاص منسجمه مع بعض كويس. طبعا المنظور فيه مشاكل، بس احنا المشاكل دي بنعتبرها في تكسير القواعد وفي الابداع نوع من انواع المعالجه. ما في فنانين كتير كانوا بيرسموا المنظور مقلوب، ودي حاجه عاديه، بس طالما عملنا ده بانسجام وبشكل متسق مع بعضه، فبالتالي بنتبسط، مش بنوقف عند الغلطات. فده شغل حلو، تسلم ايدك. برافو، شكرا يا دكتور. الله يخليك. طيب قولوا لي بقى، انتوا لاحظتوا ايه في الشغل اللي شفناه؟ هل الناس كلها رسمت بنفس الطريقه او طلعت نفس النتيجه، ولا في اختلافات؟ جميله قوي الحقيقه والله. في اختلافات صح؟ انا ما لحقتش كالعاده يا دكتور، معلش. لا ولا يهمك، معلش. بس بعت كده اللي هو الاوتلاين وشويه من الدراسه يعني. طيب كويس قوي، ربنا يكرمك. لو ممكن تنبع عشان بس الأحفاد عندي النهارده. لا لا ولا يهمك، براحتك خالص، وقت ما نخلصه نبعته إن شاء الله. ماشي. يلا، ما ردتوش عليا يا جماعة، ملاحظين إن الشغل متنوع ولا شبه بعض؟ متنوع طبعا. التنوع ده مطلوب في الفن ولا مش مطلوب؟ أكيد مطلوب. حلو قوي، تمام، كويس جدا. طيب تعالوا هنشرح صغيرة كده، تفصيلة صغيرة هتوضح لكم شوية أمور إن شاء الله في المستقبل هتفيدكم جدا. يا رب يعني. هو بدأ يبين شخصياتنا في اللوحات صح؟ آه، شخصياتكم باينة فعلا، ولما بنزود جرعة الحرية شوية شخصياتكم بتبان أكتر. فتعالوا كده نقسم التقسيمة، عندنا حاجة اسمها استنساخ، وعندنا حاجة اسمها نقل، وعندنا حاجة اسمها إعادة صياغة، عندنا حاجة اسمها استلهام. كل الفنانين بيعملوا الحاجات دي، أو يعني بيمروا في مراحل ليها علاقة بالأربع حاجات دول. تعالوا كده نشوف الشغل اللي انتوا عملتوه النهاردة ايه في الحاجات الأربعة دي، وتعالوا نبدأ من الاستنساخ. لو أنا قعدت قدام مشهد أو قدام صورة أو قدام تكوين معين وقعدت أرسمه وعملته بطريقة الاستنساخ، هيطلع شكله ازاي؟ عامل ايه؟ هيبقى تيبيكال الصورة. يبقى طبق الأصل. طيب نسبة الخيال فيها هتبقى قد ايه؟ والعفوية والتلقائية؟ قليلة جدا. كام يعني؟ صفر؟ صفر. صفر، ما عملش جديد، هو رسم اللي قدامه بالظبط لدرجة إن أنا افتكرت إن الرسمة دي صورة فوتوغرافية. ففين الخيال وفين الإبداع وفين الفكر بتاعه وفين رؤيته؟ طب لو حد اتعامل مع نفس المشهد تاني بطريقة الاستنساخ هيطلعه زيه ولا هيطلع مختلف؟ زيه هيطلع مختلف. هيبقى معانا بقى نسخ كتير جدا، زي السجاد اليدوي كده والسجاد الصناعي. السجاد الصناعي فيه منه نسخ كتير قوي، عشان كده مش قيم، ملوش قيمة، لأنك بيبقى عندك سجادة وفي حد تاني 500 واحد تاني عندهم نفس السجادة. إنما السجادة اليدوي الواحدة مستحيل تتكرر، صح؟ صح، لان فيها روح البني ادم اللي عاملها، روح الشخص اللي عاملها ده، ان هي فيها خيال وفيها ابداع وفيها تلقائيه. فبالتالي احنا مش بنلعب على حته الاستنساخ خالص، الا في حاله ان انا اقول لكم استنسخوا لوحه الفنان عشان تستفيدوا من اسلوب الفنان وطريقه المعالجه وطريقه تكوين الالوان وازاي بيشوف الدنيا وتشوف يعني بيشوف الحاجات ازاي وهكذا، فبنقدر نستفيد من الفنان نفسه والتجربه بتاعته. في حد بيخبط في الاطباق بالمعاد؟ ممكن بس نقفل المايكات تسمعوني؟ معلش. فبالتالي بقدر استفيد من تجربه الفنان. انما ما ينفعش اقعد اعمل طول عمري استنساخات، الا بقى لو انا شغال في شغل تجاري بقى بعمل استنساخات وباعها. انما في العمليه الفنيه الاستنساخ ده ليه دور محدود في حاله ان انا بتعلم بس. فسيبكم بقى من الاستنساخ، نيجي لمرحله النقل. اللي احنا كنا بنعمله النهارده سواء احنا قاعدين قدام المشهد او قاعدين قدام صوره بننقلها، ده انا بسميها مرحله النقل، اللي هي مرحله التصوير. انا بقعد قدام مشهد وبقعد انقله. عمليه النقل دي بتتم بشكل بيبقى فيه نسبه خطا بشري. طبعا نسبه الخطا البشري دي بتحصل عند اي حد بينقل، انما اللي بيستنسخ ده عشان ما يبقاش فيه خطا بشري في الشغل بيعمل ايه؟ بيشف الاوتلاين او بيجيب بروجيكتور، بيعمل اي طريقه تخليه ينقل الاوتلاين بالظبط بشكل حرفي. انما لو ساب نفسه ان هو يرسم بايديه بشكل تلقائي زي كل الفنانين على مدار تاريخ الفن،
لما كانوا بيعملوا هيلاقي لازم يحصل نسبة خطأ بشري. نسبة الخطأ البشري دي هي اللي بتنقله من فكرة الاستنساخ لفكرة النقل. فالنقل فيه إبداع وفيه تجديد وفيه من روح الفنان نفسه، ولكن بيبقى فيه شوية واقعية، يعني بيبقى قريب قوي من الصورة الواقعية. يعني الأسلوب بتاع الأداء هنا في مرحلة النقل واقعي. طيب الغلطات الموجودة في النقل لو زادت، لو نسبة الغلط زادت ونسبة الخيال زادت، هيبقى فيه إبداع أكتر ولا لا؟ هيبقى فيه إبداع أكتر. بالظبط. طيب حلو. فالإبداع الأكتر ده هينقلنا لحاجة تانية اسمها إعادة الصياغة. يعني إيه إعادة صياغة؟ يعني ممكن يبقى قدامي مثلا طبيعة صمتة وفيها إزازة عاملة كده مدورة وبرتقانية مدورة، وبعدين أقوم أنا أنقلهم أخلي المدور ده مربع، أخلي دي الإزازة، وأخلي البرتقانة دي مثلثة. ده اسمه إيه؟ إعادة صياغة. يعني أنا شفتها برؤيتي. يعني إيه صياغة؟ كلمة صياغة معناها إيه؟ المعالجة، يعني فورميشن، تشكيل، نظرة أخرى للحاجة، يعني تشكيل، يعني بعمل شكل جديد وشكل مختلف. فبالتالي لما بتزيد نسبة المعالجة وتغيير الأشكال اللي قدامي ببقى في منطقة إعادة الصياغة. فاللي انتوا عملتوه النهاردة بيتحرك ما بين النقل وما بين إعادة الصياغة. يعني الناس اللي بترسم واقعية قوي بالظبط ومنظور مظبوط ونسب سليمة قوي، ممكن نقول ان هما بيشتغلوا بطريقة النقل، وده ما يمنعش ان الشغل فيه خيال برضو وفيه روح وفيه احساس عالي قوي. والناس التانية اللي بتعمل إعادة صياغة غيروا في المنظور، غيروا في النسب، حاجات صغيرة كبروها، مربعة دوروها وهكذا، فعملوا إعادة صياغة. طيب بالنسبة بقى للاستلهام، الاستلهام في حتة أعلى شوية. الاستلهام جاي من إلهام. معنى كلمة إلهام إيه؟ معناها تأثر، أنا بتأثر بحاجة معينة، وبتبقى مرتبطة أكتر بالجانب العاطفي والوجداني أكتر منه بالجانب المنطقي. يعني مثلا هنقول، هنفترض إن في حد بيحب التاريخ وبيحب الحضارة المصرية القديمة والفرعونية وكده، ومتأثر قوي بالبورتريهات بتاعته. فلما تجيب له موديل يقعد قدامه ويبدأ يرسمه، غصب عنه هتلاقيه عمل الملامح فرعونية لو رسم أي حد. فده معناه إيه؟ معناه هو إن هو متأثر بملامح معينة عمال يحطها في كل حاجة. لو أنتوا بتحبوا حد معين، فطبيعي ملامح الشخص ده هتبقى أكتر ملامح أنتوا بتحبوها في البشر. فلما اجي ارسم اي شخص تاني هتلاقوا على طول انتوا عمالين تحطوا الملامح دي في كل حد بترسموه، لان انتوا متاثرين بده. بحب لون معين مثلا، درجه من درجات الازرقات، هتلاقوا نفسكم غصب تلقائي بتستخدموها في اللوحات. ففكره الاستلهام مش مرتبطه ان انا بنقل حاجه معينه وبعيد صياغتها وبغير شكلها، قد ما مرتبطه ان انا باخد روح من الحاجه نفسها. يعني باخد لون من الحضارة المصرية القديمة وحطه في لوحتي حتى لو هرسم طبيعة صمت. باخد روح ملامح معينة لحد وبحطها في شغلي، حتى لو برسم لاندسكيب مثلا أو برسم أي حاجة، باخد من الروح دي وحطها فيه هكذا. فهي فكرة بعيدة شوية، بيدخل فيها روح الحاجات على حاجات تانية مختلفة، زي ما الجن كده بيلبس البني آدم، هي نفس الفكرة بالظبط. إنما في حدود إعادة الصياغة والنقل والاستنساخ انت بتنقل اللي قدامك. انت بتنقله مره بشكل مختلف ومره شبه الواقع بالظبط ومره بتغييرات، بس هو في النهايه انت بتنقل اللي قدامك. خلاص. طيب الفن اللي انا طالبه منكم الفتره دي ان انتوا تلعبوا اكتر على الحته بتاعت النقل واعاده الصياغه. اللي بيعرف ينقل كويس ينقل، ومع ذلك واحنا بنلون ممكن نعمل نوع من المعالجه المختلفه، ان احنا نغير في الالوان. يعني في الوان انا مش شايفها، شايف الوان فقيره قدامي، ابتدي غيرها، حط الوان حلو، الوان انت بتحبها، وده اللي هيعمل بقى الاختلاف. هتلاقوا شغلكم مختلف طول الوقت بسبب ان احنا بنعمل اللي احنا بنحبه وبنضيف الاضافات اللي احنا عاوزينها، طبعا مع الالتزام بالقواعد اللي احنا بنتكلم فيه. تعالوا كده نشوف الموضوع في الشعر مثلا، نشوف الاستنساخ ده في الشعر عامل ازاي. تخيل لو حد هيروح معانا جنينة الأرمان وهيكتب شعر عن جنينة الأرمان، تخيلوا هيوصفها بشكل عامل ازاي، زي الشخص بتاع الهايبر رياليزم اللي بينقل بشكل حرفي ده، هيقعد يقول ايه؟ حد يديني مثال كده. قولولي. بحاول ألف مثلا أتاك الربيع يختال بالحسن حتى كاد أن يتكلم. ده شعر كده؟ لا، انت كده رحت في حتة بعيدة. لا، انا عاوز الهايبر رياليزم، الشخص اللي بيرسم الواقع بشكل حرفي هيوصف جنينة الأرمان ازاي.
بالمتر هي... لا مش هيقول جمل عادية كمان، بالعكس ده هيقول حاجات منطقية ممل. يعني هيقول مثلا لقد وجدت شجرة طولها 30 متر ونص مثلا، والكوبري أنا مشيت على الكوبري، مشيت 5 خطوات وبعدين نزلت درجات السلم لقيت على يميني ترابيزة قطرها 100 سنتي، هيقعد يوصف لك بالمقاسات. مش ده اللي بيحصل في الهايبر رياليزم؟ صح. طب درجات اللون، هيقول لك الشجرة دي لونها أخضر مصفر، الأصفر اللي داخل فيها ده أصفر ليمون مع مش عارف أحمر إيه، هيجيب لك الحاجة المنطقية اللي هي اللي كل الناس أصلا تقدر تعملها. والهايبر رياليزم أي حد يرسم بشكل واقعي، طالما بيشف الأوتلاين وطالما بيشتغل بمعادلات لونية وبيطلع الحاجة بالظبط. طب هل ده فن؟ هل هتستمتعوا لو مشيتوا مع حد كده عمال يوصف لكم البتاع بالمقاسات، ولا هيبقى رخم؟ لا ما انا شايفاه رخم جدا، هيبقى رخم جدا. ما انا شايف الحاجه كويس، هتقعد توصفها لي بمقاسات ليه؟ مش محتاج اعرف مقاس الشجره وطولها قد ايه، انا كفايه استمتع بشكلها ولونها. صح. فده نفس الكلام اللي في الفن بالظبط. لو دخلت معرض نقل الواقع بالظبط، طب ايه الجديد يا جماعه؟ انا سايب الواقع بره. ايه مرحله النقل بقى؟ واحد راح الجنينه وهيوصف لك اللي شايفه في الجنينه بطريقه النقل، وهيوصف لك انه اللي هو فاكره، يعني مش هيقعد يركز في مقاسات قوي. ده كلنا بنقدر نعمله ولا لا؟ ايوه هنقول شفنا شجر وبحيره وكده. أيوة. بالظبط. لما حد بيطلع رحله وترجعوا البيت ويسالوكوا عملتوا ايه في الرحله دي، مش بتقدروا تحكوا شفنا بحيره وشفنا 3 كباري خشب وشفنا شجر وشفنا سما وفي هناك صبارات وفي نباتات ونخيل وبتاع. الوصف ده كل الناس تقدر تعمله، بس حلو ولا وحش؟ حلو. لا حلو طبعا، حلو طبعا. لان هو بينقل لك صورة المكان. يعني شخص ما زارش المكان ده خالص، انت بتحكي له عن المكان. انت مش بتستخدم بقى صور بلاغية ولا تشبيهات فنية ولا حاجات زي الشعراء، ولكن انت بتوصف له اللي انت شفته بس، ومع ذلك بيستمتع، بيستقبل الصورة بشكل ممتع وجميل. فده في النقل. عشان كده النقل الواقعي حلو، الناس بتستمتع لما تشوف لوحة مرسومة باسلوب واقعي. مش شبه الواقع بشكل حرفي، ولكن هو قايم اصلا على النسب الحقيقيه والالوان الطبيعيه اللي موجوده في الحقيقه، بس هو في لمسته برضه، في اضافه من عنده كده اللي هو اسلوب الحكي بقى اللي هو حكاه ده. طيب تعالوا لاعاده الصياغه، اعاده الصياغه والاستلهام. مثلا لو شاعر بقى ازار الجنينه بتاعه الاورماندي وهيبدا يوصف، هيتكلم كده زي الشخص اللي وصف بشكل عادي ولا هيعمل ايه؟ ده الفنان بقى، ده اللي محتاجينه فعلا بقى. لا ده هيجيب بقى من الشرق والغرب، ده زي ما القرآن كده وصف الشعراء في كل واد يهيمون، يعني يجيب لك من الشرق والغرب، يجيب صورة من هنا وصورة من هنا، وعمرك ما كنت تتخيل أصلا إن الحاجات دي ليها علاقة ببعضها. يعني مثلا في بيت شعر، الشاعر فيه بيوصف حبيبته، فبيقول إيه بقى؟ فبيقول لها، بيوصف شعرها وبيوصف وشها، وشها جميل، هو عاوز يقول لنا إن وشها جميل وشعرها طويل، بس معلومة بسيطة. فبيقول إيه؟ فبيقول والشعر أطول من ليلي إذا هجرت، والوجه أجمل من حظي إذا ابتسم. يعني أنا لو هي هجرتني ليلي هيبقى طويل، شعرها بقى أطول من ليلي الطويل ده اللي احنا ما نعرفش أصلا هو طوله قد إيه. فمتخيلين الصورة اللي هتيجي في ذهننا على طول من مجرد بس ما يقول الكلمتين دول، تخيلوا شعرها عامل إزاي بقى. إنما تخيلوا لو بتاع الهايبر رياليزم بيوصف، هيقول شعرها طوله قد إيه، هيجيب لنا طوله بالسنتي. هيجيب لنا طول الشعر بالسنتي، فانت رخم. يعني خلينا تخيل، سيب لي مساحه خيالي يقعد يتحرك شويه فيه. ووجهها جميل، يعني والوجه اجمل من حظي اذا ابتسم، ده انا لو حظي ابتسم في يوم من الايام يعني وشها يبقى اجمل من حظي اللي ابتسم. فمتخيلين الجمال في ان هو بيشبه لك حاجه اصلا انت مش شايفها، بحاجه برضو انت مش حاسسها ولا مدرك ابعادها قد ايه. فالصور البلاغيه دي كلها بتديني احساس بالمتعه وانا بقرا الشعر، غير لما اكون بقرا حاجه منطقيه فيها مقاسات وفيها قياسات. في شعر تاني مثلا بيوصف في بيت شعر كده عيون حبيبته ان هي لونها غامق، لونها اسود. فطب ما اللون اسود دي ما ممكن حد يقول فلانه لون عينيها اسود وهكذا، فبرضه رخمه وممله. فبيقول ايه عنها بقى؟ فبيقول عيناك غابت نخيل ساعه السحر، او شرفتان راح ينأى عنهما القمر. بيشبه عينيها بالنخيل، بغابة النخيل في وقت السحر. وقت السحر ده قبل الفجر بشوية، يعني الدنيا بتبقى مظلمة جدا وحالكة جدا، والنخيل كمان بيزود العتامة دي، وشبه رموشها بالنخيل والفروع بتاعة النخيل والكلام ده. فعمال يجيب لك صورة ملهاش أي علاقة بالبني أدمين، وعمال يربطها بالعيون عشان بس تتخيل مدى السواد بتاع العين بتاعتها، ومدى كثافة الرموش والكحل والسواد بتاع العين.
وفي الصورة التانية يقول لك أوشر فتاني راح ينأى عنهما القمر، يعني القمر ما بيقربش منهم، فمعنى كده برضو ان هم لونهم ايه؟ لونهم اسود. فعمال يجيب لك صور عشان بس يحسسك في الاخر ويقول لك ان فلانة دي عينيها سود. فده اللي محتاجينه في الفن، مش محتاجين ان احنا ننقل الواقع ونلتزم بيه حرفيا ونتقيد بيه. عشان كده انا بتضايق لما بلاقي حد انا بقول له شغلك حلو كنت عامل معالجة مختلفة ولاقيه بيقول لي لا انا ما جبتش الواقع بالظبط. طب ما انت لو قلت لي الواقع بالظبط انا مش هحب شغلك اصلا. قعدت تقول لي الشجره طولها كذا والبتاع لونها كذا وجبت لي درجه اللون بالظبط، طب ما انا شايفها اصلا، انا حافظ درجتها، ليه بتعملها لي بالظبط؟ انا عاوز اشوف جديد، عاوز اشوف رؤيتك للون هتبقى عامله ازاي. خلاص يا جماعه، فموضوع المعالجه ده يا ريت، انا بعيد في موضوع المعالجه ده كتير عشان الفتره الجايه ان شاء الله واحده واحده هنبتدي نكسر القواعد. هتلاقونا في الباستل مثلا بنتجنن ونحط 72 لون في اللوحه كلها، يعني ال 72 لون اللي في العلبه هنستخدمهم، ولو في اكتر كمان هنستخدمهم، فهتلاقوا الوان غريبه داخله في الشغل. فما تبقوش مستغربين، لان هو ده حال الفنان. الفنان دوره ان هو يوريك الواقع بشكل مختلف تستمتع بيه وتحبه. بس كده تمام. معلش سوري لل المنظور لازم ولا بس حضرتك لازم مين بيه عشان دلوقتي احنا بنتعلم، بعد كده برضه المنظور ممكن نكسره ونعمل صياغه فيه. ايوه طبعا طبعا، واحنا في المرحله التعليميه احنا ملتزمين لسه، ما زلنا بالمنظور والحاجات دي. وبرضه مع ذلك في بعض الناس ممكن اقول لهم ما تلتزموش، اشتغلوا بشكل تلقائي، لان انتم مش هتعرفوا اصلا ترسموا منظور واقعي، لان انتم فنانين بالفطره وبتكسروا القواعد بالفطره، فما فيش داعي ان احنا نقعد نتعب نفسنا لحد ما نرسم واقعي. لكن بعد ما نخلص المرحلة التعليمية دي خلاص نكسر المنظور، نكسر الظلال، نكسر النسب، نعمل تسطيح، نحط ألوان صريحة مش متكونة، نلخبط الباليتا، كل دي وسائل بنتحايل بيها على الفن عشان نطلع حاجة جديدة. بس طبعا كده. في حدود ليميت معين يعني يا دكتور، مش كده ولا الفن ملوش حدود ولا الدنيا ما الإبداع ملوش حدود. الإبداع لو ليه حدود الناتج النهائي يبقى حاجة مريحة للعين بالظبط. ما هو مش ده المقياس برضه، المقياس التعبير، انك تعبري بصدق وتعملي الحاجه اللي انت مؤمنه بيها وتكرريها كتير وتمارسيها كتير لحد ما تقدري تقدميها بشكل كويس وتقدري تفرضيها على الناس والناس تقتنع بيه. وده اللي بيحصل عند معظم الناس الناجحين، ان هم بيبداوا والمجتمع كله بيبقى رافضهم، وباصرارهم وايمانهم باللي هم بيعملوه الناس بعد كده بتصدق في اللي هم عاملينه ده، وبيبقى بالنسبه لهم ده شخص عبقري. بس حتى لو الشغل ده مش عاجبني يا دكتور، مش عاجب مين، انت ولا احنا؟ لا انا ما هم لو مش عاجبك انت تبقى دي قله خبره، ودي مشكله كبيره، لان كم من فنان ضاع في التاريخ يعني بسبب الحته دي. طب تتخيلي مثلا ان في عصر بيكاسو كان فيه 500 الف بيكاسو تاني، متخيله ولا لا؟ بس اشمعنى بيكاسو لوحده اللي ظهر؟ ان هو كان مؤمن باللي هو بيعمله، مبسوط باللي هو بيعمله وبيحبه ومقتنع بيه، وعارف ان في يوم من الايام الناس هتصدقه. دكتور بسال حضرتك، ساعات بنبقى راسمين مثلا حاجه مايله شويه بتبقى نقلناها مش مظبوطه، فبلاقي في التصحيح ساره والبنات اللي معانا لا ده في كده ميل، ده كده ظبطي من هنا. طب ما كده ده يفرق ايه بقى؟ ما هو ده احساسي انا، يعني معنى كده ان انا لو هعمل بالظبط يبقى انا هنقلها، انا مش قادره بقى اوصل للحته اللي حضرتك بتقول عليها دي ازاي. ما هو بصي، في شعره بين ده وده، احنا بنقول لك القاعده عشان تبقي فاهماها مش عشان تعمليه. يعني لو انت خلاص بترسمي الخطوط مايله وده احساسك وده اخرك وخلاص مش هقدر اعمل اكتر من كده، ومع ذلك بيبقى حلو. هما بس بيوريكوا القاعده الاساسيه بتبقى عامله ازاي عشان تبقى قادره تفرقي بين الصح والغلط في دماغك. وانا احيانا بقول للناس لما تحضروا الورش مش لازم ترسمه بشكل واقعي، بس اعرفوا القاعده بشكل نظري، يعني اعرفوا ان في منظور واعرفوا ان في نسب وغمق وفتح وتحضير وحاجات كده، ولكن لما تيجوا تشتغلوا بحريه. يعني مش معنى كده اللي بنعملها تبقى انها وحشه، لا دي هي بس عشان نتعلم الصح. الفن ما فيهوش وحش وحلو، كل الفن حلو وفي صح وغلط. الفن ممكن يبقى فيه صح وغلط، اقول لك اللون ده مش مناسب هنا، الخط ده مش مناسب هنا، متدخل مخرج العين بره، محتاج يتعمل بطريقه تانية. فده صح وغلط، مش معنى ان في حاجه غلط في اللوحه ان اللوحه مش حلوه. اذا كان الفنان بيشوف الجمال في اكوام الزباله ويقعد يرسمها،
فما بالكو بواحد مسك شوية ألوان وإقلام وقعد يلون، بشر بني آدم ربنا كرمه عمال يرسم على ورق. يعني بغض النظر يعني عن مثال الزبالة، مش بقارن ما بين شغلكم بتاع، بس هي فما بالكو باللي هي القمامة اللي الناس كلها بتزدريها وكده. ممكن أحبها في لوحة فنان بسبب أنه شافها بس بشكل مختلف، وحيطة مكسرة بشوفها بشكل جميل تكسيرات اللي فيه، مع أن كل الناس شايفة الكلام ده وحش بس الفنان شايفه بشكل مختلف. فأنا فعلا أنا بوصل لمرحلة أن أنا مش بقدر أشوف الشغل وحش، يعني ما بقدرش أشوف شغل حد وحش بسبب أن ده تعبير إنساني، حد مسك القلم معبر، طلع بايظ طلع غلط طلع صح، أكيد في نسبة معينة من الجمال نقدر نحسها ونقدر كمان ننبه ليها بحيث الشخص ده يشتغل عليها ويطور. يعني كل واحد ورؤيته، يعني أنا ممكن يبقى نفس المنظر أنا شايفاه بالطريقة دي وحضرتك شايفه بالطريقة دي تمام يا دكتور. شكرا. حضرتك سؤال يا دكتور معلش عشان حضرتك سمعني؟ أنا سامعك تفضل. أنا شايفة أنه في مرحلة لازم ما ناخدش فيها أونلاين يبقى لايف. يا ريت. طيب أنت بقى، لأنه برضو صعب علينا من يعني أنا بالنسبة لي ساكنة في 6 أكتوبر في دريم لاند سفر. فأنت المرحلة اللي ما ينفعش فيها إلا لايف، أنا دي ساعتها هتصرف يعني بأي طريقة. لا هو ما فيش كده، ما فيش برضو ما فيش ورشة معينة أقول لكم إن هي لازم لايف أو لازم أونلاين. لا وقت ما تحس إنك حابة تبقي لايف وتنزلي معانا مثلا خارجي وتيجي المرسم في مكان ترسمي قدامنا، وقت ما تحبيها وقت ما تلاقي الوقت مناسب بتاعك، لأن هي كل الورش متساوية، الباستل زيها زي الزيت زي الأكوريل زي الجواش، وكلها بتعمل فيها نفس الحاجات، بنخرج بره وبنقعد في المرسم وبنعمل كل حاجة معين يعني. لا مش شرط ليفل معين، انت شوفي مثلا لو حابه الزيت تحضريه في المرسم ماشي، رتبي نفسك على كده، حابه تحضري الجواش يعني اكيد في دماغك خامه معينه حابه تبقي شايفاها لايف. يعني في ناس مثلا بتتعب من ريحه الزيت فما بيقدروش يحضروا الورشه دي لايف، يقعدوا بقى يشموا سربنتين وزيت وجاز وتنر وحاجات كده مذيبات يعني. فبالتالي بيحضروها في البيت ومع نفسهم، بيستخدموا حتى المذيبات اللي من غير ريحه فما بتبقاش فيها مشكله. ايه بقى المذيبات اللي من غير ريحه دي؟ موجود يعني وقتها هنبعتها لكم ان شاء الله بالتفاصيل، بيبقى في كحول وفي تربنتين من غير ريحه. اوكي تعالي ميرسي قوي يا دكتور. السؤال كمان بيتهيألي كمان اللي هي الخامه اللي عايزه تتشاف وهي ازاي الواحد بيتعامل معاها، هي اكتر حاجه محتاجه انها تبقى لايف. اللي هي ايه؟ الزيت يعني زي الميه لها تكنيك مختلفة، بتهيألي سوفت باستل برضو، في ولو انه ممكن يكون زي الفحم النباتي شوية بس الوان. لا الوان طبعا والدمج بتاعه هيبقى مختلف بتاع الالوان وكده، ففي خامات هي اللي هتبقى محتاجة ان الواحد يشوف التكنيكس بتاعتها لايف. والله هو عموما في كل الخامات المعايشه الواقعيه افضل طبعا من الاونلاين، بس الاونلاين بيبقى ليه مميزات تانية، ان انا مش بضيع وقت طبعا. من عارف مش بقعد في زحمه مختار ما بين الاثنين فمعلش نحاول مره كده ومره كده ان شاء الله. بعدين يا دكتور معلش اخر سؤال، حضرتك كنت بتقول من شويه ان بيكاسو هو نجح رغم ان هو كان في ناس حواليه كتير زيه بس ما وصلوش للي له اسمه موجود لحد دلوقتي وده نجاح تمام. دلوقتي اللي يخليه ناجح اللي هو الاستمرارية انه فضل يعمل ده ومؤمن بيه حتى طبعا كان مضاد للناس اللي حواليه او ناس كتير مش مقتنعة بيه. اي طبعا هو ده. وعلى فكرة مش بقولك انك بتعملي حاجة قيمة بس، لا اعملي حاجة تفهم يعني، لو نزلتي مثلا كل يوم الصبح الساعة 7 وقفت في وسط ميدان التحرير وقعدت تصرخي كل يوم الساعة 7 تنزلي تصرخي هتتشهري ولا لا؟ هتشهر طبعا جدا، وهتلاقي وسائل الاعلام العالميه كلها جايه تصورك كل يوم وشوفوا مين اللي بتعمل كده وبتعمل كده ليه، وهيدوروا ورا الاسباب بقى اللي بتخليكي تعملي ده، ويا ده كان عندها مش عارف موقف فلاني خلاها اثر على دماغها وعقلها يا عيني راح وحاجات كده. هتتشهري ولا لا؟ هتتشهر جدا. فما بالك بفنان بيعمل حاجه بيحبها وبيرسم ودرس وابوه كان فنان وعلمه الفن من هو عنده 7 سنين،
وليه آلاف اللوحات، آلاف اللوحات والتجارب، وعمال يعمل إبداع كمان، بيقدم فن جديد مختلف غير الفن التقليدي اللي كان سائد في العصر ده، هيبقى ليه قيمة ولا لأ؟ هينجح ولا لأ؟ يعني الاستمرارية. الاستمرارية طبعا دي أهم حاجة، عشان كده دايما لما حد يقعد يقول لي أنا مش عارف، أنا مش عارف أذاكر، مش عارف أحفظ المعلومات، بقول له اشتغل، اقعد اشتغل، خلي إيديك دي شغالة طول الوقت، ودماغك طبعا شغالة. تمام، أوكي، ميرسي يا فندم. شكرا جزيلا. أنا دكتور، نسيت ما كتبت اسمي، تعجلت ورسلتها. طيب مبدئيا بصي، وضع الحاجات في مكانها كويس، تصميم كويس، في معالجة حلوة في اللون، لكن في بعض الملاحظات على القلم الجاف. شايفه الاسلوب اللي انت شغاله بيه؟ بتسيحي القلم الجاف زي الرصاص. وانا قلت وانا بشرح الفيديو ان انا ابين الشخصيه بتاعه القلم الجاف. ايه التكنيك بتاع القلم الجاف؟ بيشتغل ازاي؟ ما خطوط متكرره. خطوط متكرره كده كده. شايفه اللي انا بعمله ده؟ انا عملتها في البدايه. لا، ما انت قعدتي تعملي خطوط بزياده قوي لحد ما سيحتيه. اوكي، فكده انت شخصيه القلم الجاف خليتيه شبه الرصاص. لا، انا عاوز يفضل التهشير موجود، والغامق ده بيحصل بكثافه الخطوط. انت خففتي ايديكي وعملتي طبقات كتير، فاتحول لشبه الرصاص شويه والفحم. اوكي، هنحاول الخشونه اللي في القلم الجاف تبقى موجوده. برضو الظل اللي في الارض كان محتاج شغل بالقلم الجاف. ليه ما عملتيهوش في مرحلة التحضير في الأول؟ شايفة المنطقة دي أغمق، وكذلك الشجر بره، شايفة الكتلة دي كلها؟ ليه ما عملتيهاش بالقلم الجاف قبل ما تلوني؟ وبرده دي، فأنا حاسس إن نسبة القلم الجاف عندك قليلة، ضعيفة، وشخصيته مش باينة. يعني لو حد من بره الورشة شاف اللوحة دي مش هيعرف إن فيها قلم جاف، صح؟ هو أنا ما خلصتها، يعني باقي عليها شغل، بس صايرة أشتغل بالجاف مع الألوان مع بعض. مش هتعرف. لا، مش هيرسم، مش هيشتغل. الأسهل إيه؟ الأسهل إن أنا أعمل إيه؟ إن أنت تشتغلي فيها كأنك شغالة لوحة بالقلم الجاف. مش في لوحات بتتعمل بالقلم الجاف بس؟ صحيح. فكان ممكن نشتغل بالمبدأ ده لحد ما تحسي خلاص ان ما بقاش في درجات محتاجه اسم غامق او اسود، وبعد كده نتدخل باللون. لكن قولي لي كده النسبه دلوقتي بتاعه اللون بالنسبه للجاف. اللون اكثر من الجاف بكتير. طب واللي جاي اللي هيشتغل اكتر، اللون ولا الجاف؟ والله ما لان ما بقاش في مساحات خلاص القلم الجاف يشتغل فيه. انت فرشتي الوان في كل المساحات تقريبا، فانت ضيقتي الخناق على القلم الجاف. صراحة ما نعرف استخدمها بالضبط. ما فيش مشكلة، احنا ممكن نعمل محاولة كمان من باب بس ان احنا نجرب. انا بحاول مرة ثانية برسم نفس اللوحة. طيب كويس، بحاول كويس. اني انا بشتغل وشوفي القلم الجاف حركة ايدي فيه بتبقى عاملة ازاي، هتلاقيني بشغبط اكتر وبخطط اكتر. ماشي، أوكي. بحاول مرة ثانية، يا ريت. ودي برضو نكملها لان هي فيها حاجه حلوه محتاجه تكمل بس. اوكي، تمام يا سارة، شكرا جدا، يعطيك العافيه. الله يخليك. طبعا يا جماعه، فكره ان احنا نعالج المشهد بشكل مختلف ونقدمه بصوره جديده هو ده هدف الفن اصلا. فبالتالي انا بس بقول لكم على كده، يعني من باب بس ان احنا نخدم التقنيه شويه، يعني يبان الشخصيه بتاعه القلم الجاف ويبان الالوان الخشب مع بعض. ماشي، يلا يا مودة. يا مودة. ألو. أيوة. حضرتك تماني؟ كويس يا مودة. جميل جدا. بصوا، المعالجة اللي مودة عملتها تحسوا الأخضرات في المشهد الحقيقي مغدرة أكتر ناحية الأزرقات، إنما في المشهد بتاعها الأصفرار أكتر، بقى الجو خريفي أكتر من الصورة. فعملت لي مود مختلف، حتى المعالجة الكوبري نفسه بقى مدور أكتر. البحيره بقت مدوره اكتر، زاويه المنظور اختلفت، ففي تغييرات. فهي قدمت ده بوجهه نظر مختلف. طبعا هي مش قصده تعمل كده، احنا مع الوقت بنبتدي نتمرن على ان احنا نبقى قاصدين نشتغل بشكل فيه تلقائيه وعفويه، ولكن مع بعض الحسابات اللي تخلينا نقدم لوحه فنيه فيها اعاده صياغه بالشكل ده. وفي فيديو فاطمه هتبعته لكم هتسمعوه، بتكلم فيه عن المعالجة وعن النقل وإعادة الصياغة والاستلهام والاستنساخ والفرق ما بين الأربع مصطلحات دول،
وازاي نتعامل مع المشاهد اللي قدامنا بالطريقه بكذا طريقه. فاللي حاصل دلوقتي عند مواد ده اعاده صياغه، هي شافت المشهد وحولته لحاجه تانية مختلفه، فبالتالي لو كانت رسمته طبق الاصل ما كناش هنستمع. الفكره بس في الانسجام، ان انا لما اعمل حلول ومبالغات وحاجات كده وتغيير في الاشكال، يبقى الكلام ده بيمشي على كل المشهد، انما ما ارسمش الكادر كله مثلا بمنظور سليم واجي على حته صغيره اقوم مبوظ المنظور فيه، لا ده هيبان ان انا مش فاهم القاعده الاساسيه. انما لما ابوظ كله واغير القواعد في كله بيحصل انسجام ما بين العناصر، فالحل بتاع النخله مناسب مع الحل بتاع الكوبري مع الحل بتاع الشجر مع المود المتغير بتاع الالوان ده، فمواد عامله حاجه كويسه، والجاف كمان نسبته كويسه قوي في الشغل يا مروه. برافو، شكرا. ده كده كويس ولا وحش؟ مش فاهم برضه. لا انا قلت كويس، انا قلت وحش؟ طيب. انا قلت انت عملتي اعاده صياغه، فاعاده صياغه دي يعني حاجه كويسه، ده اللي بيقرب من فكره الفن اكتر من الاستنساخ، ان انا انقل الحاجه طبق الاصل. بس تمام، شكرا يا مروه، الله يخليك. بعد كده حد من غير اسم او امل؟ امل انا معاك يا دكتور. جميل يا امل، بصوا برضو عند امل نفس الفكر بالظبط، السما زرقاء هي خلتها حمراء وداخل فيها ازرقات بسيطه فبقت موفات، عملت مود مختلف. الارض ما فيهاش برضو الاحمرات الكتير، مود الورقه كمان عمل حاجه مختلفه خلت الكادر مترابط اكتر، يعني في دفء اكتر من الكادر الحقيقي. الكادر الحقيقي ممكن يبقى عادي وفي الوان فقيره كده ومغيره ومتوسخه، لا هي حولت الالوان المتوسخه دي لالوان نقيه ونصعه وفيها بهجه شويه، وده كويس، ده جميل حلو. المهم يحصل ايه؟ المهم ان اللوحه تبقى مكتمله متقفله كويس، في انسجام وترابط ما بين الحلول بتاعه العناصر كلها والمعالجات بتاعتها، يكون شخصيه القلم الجاف باينه وشخصيه الالوان باينه، يكون فيها غامق وفاتح، والدرجات الاساسيه اللي بتسمح لرؤيه العناصر وبتحسسني بالعمق وتحسسني بالغامق والفاتح والتجسيد. فحل كويس قوي يا امل، تسلم ايدك، لوحه جميله ان شاء الله. يعني حلوه كده يا دكتور، شكرا. يعني اقفلها على كده يعني؟ تمام، اقفلي على كده واسمعي بقى التسجيل اللي فاطمه هتبعته لكم عشان تعرفوا الفروقات بتاعه اعاده الصياغه والنقل والاستنساخ الحاجات. تمام، شكرا. تسلم يا رنا رأفت، يلا يا رنا. مع حضرتك يا دكتور. بداية موفقة يا رنا، حلوة قوي النسب وكل حاجة في مكانها ما شاء الله، وتحديد معها ورسم أماكن الظل والنور كويس جدا. برافو. شكرا حضرتك. الله، بس الكادر ده منين؟ لا ده أنا عندي هنا. عندك مش من الرسمان. حلو حلو قوي، أنت اللي مصورة يعني ولا جايبة؟ أنا اللي مصورة. أيوة ما شاء الله، تسلم إيدك، يعني لحظة الإضاءة حلوة قوي والزاوية والكادر. والكرسي اللي على الشكل دخل العين للكادر كويس قوي مع الطريق المنحني، فكانك يعني في رحله كده في الموضوع. برافو عليك، اشتغلي كتير لان الورقه بتاعتك فاتحه، فما تعتمديش على اللون، اعتمدي على القلم. على القلم الجاف؟ انا بس القلم انا مش عارفه المشكله في القلم ولا مشكله في ايه بالظبط، القلم مش ماشي معايا كويس. لا مش ماشي ازاي، اشتغلي وهو مايل ما ترفعهوش بس. انت اكيد كنت بترسمي الاوت لاين وهي اللوحه واقفه على الستاند لحد ما خلص، بعدين بدات اميلها شويه. ميليها كده، اسنديها على ترابيزه ولا حاجه واشتغلي بقى على الميل. خلاص كده انت اطمنتي على الاوت لاين والنسب، خلاص هتظبطي لي. تمام ماشي، جميل يا رنا، شكرا لحضرتك يا دكتور. يا ريت يا جماعه لما الشغل ده يخلص نشوفه على الفيسبوك. يلا يا فاطمه. أيوه. نعم بعد اذنك، انا جيت ابعت لقيت الوقت بالظبط العشرة، ينفع؟ ينفع حضرتك اشوفه ان شاء الله؟ طيب يلا يا فاطمه. ايوه حلو قوي يا فاطمه. بصوا فاطمه ازاي قلب الدور بتاع الكوبري، وبرده الشجره رسمتها كده باسلوب تكعيبي شويه شبه المدرسه التكعيبيه، الشجر اللي ورا لخصته، الالوان بقت صريحه مش طبيعيه، فهي تقريبا غيرت في كل حاجه منطقيه موجوده في الكادر. طب ده وحش ولا حلو؟ حلو. احنا اصلا بنتعلم القواعد ليه؟ بنتعلمها عشان في يوم من الايام وفي لحظه معينه كده هنبتدي نكسرها. طب هل مسموح ان بعض الناس يكسروها من دلوقتي؟ ممكن طبعا نكسرها من دلوقتي، لكن اللي انا عاوزه انكم تبقوا فاهمين القاعده الاساسيه. يعني مثلا الميل بتاع السور ده عامل ازاي؟ مايل لتحت شويه، انما هي عملته على مرحلتين.
مرحله كده مرحله كده فبقى شبه الثمانية، انما هو مش كده. والكوبري التاني نازل كده ونازل كده، فرايح على مرحلتين. انت عاملاه مرحله كده مرحله كده، فبرضه محتاج الميل تتظبط، الميل بتاع المدخل بتاع الكوبري انت عاملاه مايل قوي بزياده، تمام. نسبه الجزء ده كبرت، فالمهم تبقي عارفه ايه الاختلافات وعنيكي قادره تحدد ايه اللي انت عملتيه عشان المنظور يتغير بالشكل ده. والالوان كمان، يعني اللون الاخضر ده لون زاهي، يعني اخضر ازرق واصفر بس، انما الاخضر الطبيعي بيبقى متكون من ازرق واصفر واحمر، فبرضه لازم تبقي عارفه مدركه ان ليه درجه الاخضر ما بقتش طبيعيه بالشكل ده. طيب لون السماء، ما فيش فنان ممكن يغير لون السماء من لبن لاحمر مثلا، هو حر، هو بيعمل ابداع، بيعمل حاجه مختلفه معالجه، برضه ما فيش مانع، بس ساعتها يبقى عارف ان لون الشجره السماء اللي هو شايفه متكون من ازرق وبرتقاني وابيض، فلما يجي يغيره يبقى عارف هو هيغيره ازاي، يا اما يعمله بازرق وابيض بس، او يعمله برتقاني بس، او يعمله احمر بس. فمهم واحنا بنكسر القواعد نكسرها عادي، نشتغل بتلقائيه وبحريه وباحساسنا وكل حاجه، بس ابقى فاهم انا بعمل ايه عشان يبقى في سنه قصديه في الموضوع تخليني اسيطر على اللوحه واسيطر على البنى بتاعها واسيطر على المجموعه اللونيه اللي انا بقدمها في اللوحه، ما بقاش بعمل حاجات مثلا تؤدي غرض غير اللي انا محتاجه من اللوحه. فعاوزين نكمل شويه فاطمه على نفس المنهج النمط كده اللي انت ماشيه عليه، كملي بقى الجزء بتاع الارض اللي على اليمين والجزء اللي فوق ده وبس، خلاص كويس قوي، تسلم ايدك. شكرا جدا. يلا بعد كده حد برضو بدون اسم. ده انا يا دكتور، معلش نسيت اكتب اسمي. طيب ماشي يا مح، جميل يا مح. هو بس البيت اللي في النص ده انا هصلحه عشان مش مظبوط. ما فيش مشكله، هو مش مزعج بالنسبه لي. والشجر انا عاجبني الشغل اللي في الشجر، الملمس والخشونه اللي فيه عامله جو كويس قوي. ممكن نعمل طبقه كمان عشان بس يغمق شويه بالقلم الجاف، لان الورق تحت فتح. بدايات التلوين كويسة، بس ممكن تأجيل التلوين شوية لحد ما نخلص الغامق بتاع الشجر. تمام. الغامق كمان بتطلع اللي تحت. في تنوع كويس في القلم الجاف، بس طبعا بس الورقة فاتحة شوية. الورق الفاتح ده بيبقى عاوز جاف أكتر، عشان أوكي. بس يبان بين الغامق والفاتح. جميل، حلو قوي، تسلم إيدي. نكملها بقى يا ريت ونشوفها. أوكي. شكرا. احيانا هتلاقوني يا جماعه مش بقول ملاحظات كتير، لان للاسف ده بيعمل حاجه سلبيه، ان انتوا بتبقوا شبه اللي بيعلمكم او هتبقوا شبه، لان كل واحد ليه حلوله. يعني انا بحب الشجر مثلا يبقى في انكسارات معينه وفي شكل معين، حد تاني بيبقى بيحبها كرزات، فانا احيانا بتلاقوني تخلصت شويه من الحته دي، مش عاوز افرض عليكم وجهه نظر، مش عاوز اقول لكم مثلا دخنوا الشجره دي ورفعوا الشجره دي، لان الفن بيحتمل احتمالات كتير كلها بتبقى كويس، الاحتمال بتاعي ممكن يبقى كويس والاحتمال بتاعكم يبقى كويس وهكذا. فاحيانا هتلاقوني بسيب لكم شويه حريه كده ان انتوا تتصرفوا بطبيعتكم وبراحتكم، عشان يبتدي يتكشف لي بقى الشخصيه بتاعتكم عامله ازاي واتحرك على اساسها في اللي جاي. لان كل ورشه هتلاحظوا ان احنا بنبتدي نسيب الموضوع اكتر، ان انتوا تكتشفوا اكتر شخصيتكم، وان احنا نشتغل بحريه اكبر، وان احنا نبتدي نكسر القواعد اكتر، لان احنا في المستوى السادس دلوقتي، فقواعد الرسم بالنسبه لنا المفروض ان هي استقرت، وعرفنا بنظبط التكوين ازاي، وبنظبط النسب ازاي، والمنظور السبعه والثمانيه والكلام ده كله ازاي، الكادر الراسي والافقي، الالوان بتتكون ازاي، كل ده خلاص المفروض المعلومات العامه دي استقرت عندنا في دماغنا. فلما نيجي بقى نكسر القواعد مفيش مشكله، المهم ان احنا نبقى في رحله كده بندور فيها على شخصيات واسلوبنا اللي هيميزنا بعد كده عن بقيه الناس. كويس يا رنا، حلو قوي البدايه، وحلو ان انت عماله قدرتي الاول فرشتي فرشه كده، بس طبعا كان ممكن الشجر اللي فوق ده يتغمق اكتر من كده قبل ما تدرسي. لا هو فيها تونات بس هي الاضاءه مش مبينه قوي. انا عارف بس هو خفيف، يعني بصي حتى الظل اللي تحت مش كفايه اللي انت عملتيه، كان ممكن أغمى أكتر من كده قبل ما أقعد أفصص في الشجر. تمام. يعني مرحلة فصل الغامق والفاتح لازم تخلص الأول قبل مرحلة الدراسة. بس. طب يا دكتور، هو أنا يعني هجيب كل التونات بالجاف الأول
يعني هعمل دراسة كاملة بالتونات بالجاف كلها، ولا ممكن أكمل بعد كده كلها باللون؟ مش كلها، بس على الأقل الحاجات الغامقة الواضحة يعني، ما طب الظل أنا اللي ممكن أختزل شوية في الشعر ولا؟ يا ريت تختزلي يعني، مش عاوز ارسم ورقة ورقة، عاوز ارسم مساحات، ومش لازم تكملي كل الشجر وتفرجي على عشان بشارك أوي. هتلاقيني ما كملتش الشجر، بعمل اجزاء تمام. واسيب اجزاء مش خلصان، فده بيدي روح للشغل اكتر من ان انا لو اهتميت بكل حاجة. تمام يا دكتور، أوكي. ماشي ماشي. يعني يا رنا تسلمي. شكرا. يلا يا رنا، رنا احمد ولا لا يسرى يسرى حامد. حامد؟ يسرى حامد رسم. ماشي، ما لازم نلخبط الدنيا كده ونكتب مصدر الصورة، معلش احنا كلنا اخوات يعني، محدش هيزعل. طيب عشان انا بحب افتكر انا جبتها من عند مين يعني، لو بحب ارجع لها يعني. طيب جميل، ماشي يا يسرى، بداية حلوة وفرشة حلوة قوي، بالظبط ده اللي انا عاوزه، ان انا ابدا ابص للحاجات كغامق وفاتح مش كشجر وعناصر. فبالنسبه لها كده استوى عندها الـ الشجر مع الارض مع السماء مع كل حاجه، هي عملت غامق بس، والفاتح سابته بلون الورق. بعد كده تقدر بقى تشتغل في الشجره لوحدها وتظهرها وتعمل التاثيرات بالعطارق الشجر، وتقدر تشتغل في الجذع وتبرزه شويه عن الخلفيه، فتبقى شغاله وهي عندها خطه عارفه هي بتحط التونات فين. كويس قوي يا رنا، برافو، يا ريت. شكرا جدا يا يسرى اصلا. يلا يا سلمى. ايوه دكتور. جميلة قوي يا سلمى، مميز ما شاء الله، حلو حلو ان انت دارسه كل حاجه بطريقه وليها ملمس مختلف، في نفس الوقت حاسس بالترابط ما بينها، في انسجام كده حلو ما بينها. شكرا جميل. جدا. بدايه اللون كمان المحمر اللي بدا يدخل في الارض، عامل مود حلو قوي، اللبني اللي داخل ورا، بس خدي بالك انت ورقتك فاتحه، فعشان لون السما اللي ورا الفاتح قوي ده يبان، محتاجة تغمقي أكتر في الشجر. هو أنا كنت لسه ما اشتغلتش في الألوان خالص غير الفواتح قوي، كنت بحطها عشان بس ما تلخبطش، إنما كنت لسه بكمل بالجاف أصلا. بالظبط، نكمل بالجاف عشان نربط العناصر ببعضها أكتر، وخدي بالك إن الجزر ده هو ككل غامق، أنت بتجسميه على فاتح. أنت عمالة تدرسيه على أرضية فاتحة. تمام. هتحس إن الشجرة هتفضل فاتحة، لا أنا عاوز أحس إن أديها أرضية كلها لون غامق وبعدين أدرس عليها. تمام. زي ما عملتي في الظل تحت، الظل اللي تحت كله انت اديتي له درجه غامقه، مع انه هو فيه فاتح وغامق برضه. الفاتح اللي فيه فاتح غامق مش فاتح فاتح، زي اللي في جذع الشجره، الفاتح اللي في جذع الشجره فاتح غامق مش فاتح فاتح. تمام. بس حلو قوي يا سلمى، شغاله على مربع ولا مستطيل؟ مربع. طيب هاي، برافو عليك، تمام. شكرا. ماشي. لجين. معاك يا دكتور. جميل يا لجين، بداية هايلة. ممكن بس تعديل بسيط كده في المسار بتاع الظلال، الظلال ماشية كده وطالعة على جبير عشان طبعا المنظور، انت بتاخدي الظل وهتنزلي كده، فشوية بيحسسني ان من عينيا هتنزل تحت، يعني هو لو الجزء ده رد كده اكتر يبقى احسن. بس غير كده لا، هي حلو قوي، قطع النخله اللي فوق كمان انت نفذتيه كويس، والفرشه الاولانيه كويسه قوي كظلال، بس برضو الورقه فاتحه فمحتاجين شغل اكتر بالقلم الجاف عشان لما نيجي نحط. نعم. هو انا ما كملت ولا حضرت لانه بنتي تعباني فاختصرت عليك. سلام عليكم، معلش، الف سلامه، خلاص في اي وقت كده نكمل شويه بالجاف وبعدين نبدا نبدا. تمام، سلام عليك. طيب احنا خلصنا، لو عندكم اي سؤال قبل ما نمشي كده، خلاص خلصنا ورشه الالوان الخشب وهنبدا البستل ان شاء الله قريب، لو حد يعني مكمل معانا، وفي فيديو مهم يا ريت اول ما تقفلوا معايا تشوفوه بنتكلم فيه عن المعالجه الفنيه، بس قولوا لي يلا لو في سؤال انا معاكم. انا عندي سؤال، هو لو حد اتلخبط في اي حاجه هو بيرسم في الجاف، هل في طريقه للتصليح ولا خلاص كده الموضوع انتهى؟ ما فيش مشكلة، أنا ممكن نستغل الغلط اللي حصل ده ونشتغل تاني، وما تحطوش في دماغك، هيعمل حاجة كويسة وبس، نحاول بعد كده نبدأ خفيف، القلم الجاف ميزته إن هو زي الرصاص، نقدر أوكي. نبني كل خط خفيف وأتأكد هي صح ولا غلط، وبعد كده أبتدي أتقل وأظلم، ونحاول ما نلجأش للتحديد كتير، لأن التحديد ده هو اللي بيخلي الحاجة تبان إن هي غلط، والحقيقة الواقع مش متحدد،
احنا بس بنحط الخطوط الخفيفه دي عشان تبين اماكن الغامق والفاتح فين، مش اكتر من كده. لكن انا مع ان الغلط ده يفضل موجود بس نشتغل عليه. اه تمام اوكي جدا يا مرحبا. يلا قولوا لي لو في سؤال تاني. دكتور بعد اذن حضرتك، هو مش سؤال هو رجاء. اتفضلي يا رجاء. هو ممكن بس الايام الاونلاين ترجع السبت تاني، السبت الصباحا صباحي. اه طيب ان شاء الله هنبحث الموضوع ده وهنعملها ان شاء الله. يا ريت يا ريت يا دكتور بعد اذنك. انا عندي اختلاف توقيت بس يعني حاولت الورشه اللي فاتت ان انا احضر الجمعه مساء بس ما نفعتش معايا خالص للاسف يعني. طيب ان شاء الله هنظبط ده من المستوى الجاي خلاص، عشان بس الدنيا استقرت في البست فمش هينفع الناس. لا لا ما فيش مشكله، هو رجاء بس يعني لو اكيد يا رنا. شكرا لحضرتك جدا يا دكتور. سلام ربنا يخليك. طيب اي سؤال تاني يا جماعه قبل ما نمشي؟ هو سؤال بس بالنسبة للألوان، عشان أنا حاسة أن أنا مش شاطرة قوي في أن أنا أجيب درجة اللون مظبوط، فممكن أنا أحط أي لون ولو طلع غلط بحط لون تاني بحيث أن أنا أوصل للدرجة، مش كده؟ يعني بالضبط، بس حطي اللون ده خفيف، أعملي وش الأول خفيف، يعني في مرحلة كده بسميها تحضير اللون، أن أنا أفرد أرضيات في كل اللوحة بألوان خفيف عشان بعد كده أقدر أتحكم فيها وأشوف الألوان مظبوطة بالنسبة لبعض ولا لا، وأبتدي أضيف طبقات تانية. تمام. يعني تكوين اللون بيحتاج صبر شوي وبيحتاج عدد طبقات كتير لحد ما اوصل للدرجه اللي انا محتاجها. اوكي تمام تمام. دكتور لو سمحت قولي يا دين، بالنسبه للالوان الخشب انا مش عارفه امسك لها تكنيك معين، يعني تمام. انا كنت قبل كده بحب استخدم الوش الناعم والالوان تبقى متسيحه وناعمه، وبعد طيب. اجرب في الورقه بر يعني ورقه خارجيه كده الدرجات عشان اجيب الدرجه اللي انا محتاجاها. دلوقتي انا بدخل على البرنامج بعمل الدايره على اللون بطلعه الحمد لله يعني من غير ما اجرب على الورقه. فالموضوع ده اتحل، بس انا مش حاسه ان انا يعني حاسه ان انا تايهه فيها قوي، مش عارفه امسك لها حاجه. كم مره بالطريقه بتاعتنا؟ كم مره؟ تقريبا مرتين او ثلاثه. يعني هو شهرين على ان انا امارس فيهم الالوان الخشب مش كفايه خالص. لكن مع الوقت بعد ما تاخدي الباستل والزيت والجواش والاكريليك وترجعي تشتغلي تاني الوان خشب هتحسي ان ما بيبقاش فيه ازمه خلاص، لان المعلومه هتكون استوت واتهضمت والمهاره نفسها استقرت في دماغك، فلما تشتغلي تاني هتحسي ان انت قادره تسيطري على الاقلام اكتر وهتقدري تطلعي الدرجات بشكل احسن، وبرده تخلصي من حته ان انت لازم تجيبي الدرجه بالظبط دي. انا مش عاوز كده، انت كده بتروحي ناحيه الصنعه مش ناحيه الفن. انا عاوز اجري ناحيه الفن ان انا اعمل الالوان اللي انا عاوزها. احنا في البست كمان هتلاقوني وانا بشتغل انا بحط ثلاث ارباع الالوان اللي في اللوحه غريبه مش موجوده في الواقع اصلا، فبلاش نروح ناحيه المنطق، خلينا نروح ناحيه الخيال اكتر. طب ازاي اعرف انا ماشيه صح ولا ماشيه غلط ولا بلبخ ولا ايه؟ ما هو ده الدور بقى ان احنا نوجه نشوف شغلك وانتاجك وبعد كده نقول لك انت ماشيه كده صح ولا غلط، وده مش بيظهر برضو في يوم وليله، يعني الموضوع محتاج صبر شويه ومثابره شويه. تمام تمام، لان هو مش منطقيه، مش احنا مش كيمياء وفيزياء ورياضه هتعملي مثلا المعادله فنقول لك صح او غلط، لا الفن ده ممكن احكم على حاجه دلوقتي ان هي وحشه ومع الوقت تطلع حلوه اصلا، وعينيا نفسها تخني وبعد كده اكتشف ان الحاجه دي حلوه، بتحصل كتير وياما فنانين بداوا باتجاهات اتهاجمت وفي الاخر بقت من اشهر المدارس. يعني انا بكلم حضرتك على نقطه ان في قواعد مثلا للخامه وبعد كده باكسرها براحتي، ما هي القواعد اللي محتاجه تعرفيها دلوقتي للخامه ان هي خامه معتمده على الشفافيه بشكل كبير، فبالتالي لازم اشتغلها كطبقات، لازم اشتغلها على ورق خشن بمسام. لما اشتغلنا قلم جاف قلت عشان القلم الجاف ده يخلي ادائكم خشن اكتر في الخامه فتقدروا تنجزوا اللاندسكيب في وقت اسرع ويبقى فيه روح اكتر وفيه احساس اكتر من ان انا اشتغله بالتكنيك بتاع الرصاص المعتمد على التسييح. نعرف ان احنا نستخدم ورق ملون بالوان طبيعيه عشان يسهل عليا عمليه خلق الالوان، الوان الدرجات الجديده اللي انا محتاج اطلعها، ما اشتغلش على ورق ابيض عشان انا كده ببدا من الصفر، والخامه دي مش بتستحمل ان انا اقعد دهر كتير على الورقه واطلع منها درجات جديده. فهي المجموعه الحاجات النظريه اللي احنا اتكلمنا فيها الفتره اللي فاتت دي اللي محتاجين بس نعرفها كمعلومات عامه، بالتالي لما اجي اطبق الحاجات دي هتتنفذ بشكل تلقائي، فسيبي مساحه حريه لنفسك شويه وانت شغاله
وسيب ايديك هي اللي تعبر، لان كل واحد مننا ليه احساس شويه، كل واحد ضربه ايديه مختلفه. فلو فضلتي مقيده بقانون معين او قاعده معينه تحكم شغلك، هتبقي انت بتروحي برضو ناحيه الصنعه مش ناحيه الابداع، لان الصنعه بتقول لك ان انت 1+1 بتساوي 2، هتمشي بالقلم الاتجاه ده والاتجاه ده لحد ما تخلصي، زي الهايبر رياليزم كده بيشتغل بالطريقه دي، هو شغال بيكسل جنب بعضها لحد ما يخلص، فهتلاقي 500 واحد بيشتغلوا بنفس الطريقه، وال500 لوحه بيطلعوا نفس الشكل نفس الشكل بالظبط. فده صنع، ده صنع اكتر منه فن. تمام، شكرا يا دكتور، شكرا لحضرتك، ربنا يخليك. طيب باذنك يا دكتور، طيب نشوف اخر سؤال من يسرى وبعد كده تروحوا تتفرجوا على الفيديو. يلا يا يسرى. طيب بعد اذنك انا عايز اسال على الالوان الخشب، هل لو عملتها يعني انا عايز ارسم اكتر اليومين دول الصراحه، بس مش عايزه اقعد في لوحه كتير، فهل لو عملت على مثلا حجم صغير مثلا زي الاي 5 هيبقى كويس ولا هيضيع؟ يعني مثلا مش هعرف احط طبقات او كده؟ لا كويس جدا، ملوش دعوه بالطبقات، بالعكس الحجم الصغير كويس هيتلم بسرعه هينجز معاك. اه بالظبط، تمام. وعندي بقى سؤال شبه سؤال دينا بس يعني في نواحي، يعني انا ايدي خفيفه بتبقى على الورق، فانا بحط طبقات الوان كتير وبحط الوان مختلفه، ما عنديش مشكله بده، بس انا عايزه اجرب التكنيك بقى اللي هو ايه مش الناعم، اللي هو ان انا ابقى انه سن القلم باين في في الورق، ان هو يعني القلم نفسه. حضرتك فاهم قصدي؟ انا فاهم قوي. بس زي اخر بوست حضرتك كنت منزله، فكان في التكستشر بتاعت اللون نفسها باينه، فهل اقدر اعمل ده ازاي؟ يعني هل مثلا ابتدي ازاي فيها دي؟ ما هو ده محتاج عارفه، بصي لما تبقي سايقه العربيه مثلا على طريق سريع وبعدين تبقي وسط المدينه، هتبقي بتسوقي وسط المدينه بسرعه ولا ببطء؟ لا طبعا بهدي. اه لا مش هتهدي، هتلاقي نفسك متبرمجه على السرعه عماله تجري ومش عارفه تسوقي. بسبب ايه؟ بسبب دماغك بقى لها ساعتين متعوده على السرعه العاليه، فعلى ما ترجعي تهدي شويه بتاخدي وقت، صح؟ اها اوكي. هل بقى في ده ايه؟ ان انا ادخل نفسي في المود الاداء السريع والخشن ده، وعشان كده انا قصدت ادخل القلم الجاف مع الخشب المره دي. حاولي وانت شغاله بالقلم الجاف اشتغلي بروح السكتشات زي ما كنا بنعمل كده في المناظر زمان بالقلم الجاف. وخليك عنيف وقوي كده وخشن وسريع والتهشيرات باينه، ما تقعديش تسيحي برده زي الرصاص. وبعد ما تخلصي شغل لمده مثلا نص ساعه ساعه بالقلم الجاف، ابتدي لوني بالقلم الخشب، هتلاقي ان الاداء بتاع القلم الجاف طبع على الاداء بتاع الالوان الخشب، فواحده واحده بتخرجي بره شخصيتك شويه وبعدين نرجع تاني لشخصيتنا وهكذا. فما فيش مانع ان انا اجرب اشتغل بكذا نمط، كذا نمط شخصيه يعني، لكن في النهايه الواحد بيرجع تاني لاصله وطبيعته وطبعه اللي هو متعود عليه واللي بيميز شغله كمان. تمام. انما يبقى عندنا كنترول، اقدر اعرف ادخل في المود كويس واعرف اخرج من المود ده نفسه وارجع لطبيعتي. اه ما انا اكتشفت ان انا يعني حتى وانا كنت شغاله بالقلم الجاف كنت اكتشفت ان انا قاعده بسيح، فاللي هو لا سيح؟ طبعا. اه فاللي هو لا احنا تهشير، فكنت قاعده اللي هو لا اه فتمام مش شكرا. اه يعني انا كمان وانا شغال في بالقلم الجاف لو هتلاحظوا في مراحل كده بقعد اشخبط فيها، اشخبط كمان بشكل مش مدروس، لان انا بدي اوردر لدماغي ان هو فك شويه، بلاش ان انا اقعد اشتغل بشكل هندسي منتظم، عشان الفكه دي هتساعدني بعد كده في الالوان الخشب وتخلي الخامتين منسجمين مع بعض. تمام. ولا اسراء عامله حاجه حلوه قوي، فكره ان هي ما ركزتش على كل الكادر، هي اختارت جزء مهم اللي يبقى فيه الفوكس والتركيز والبؤره اللي هتشد العين، عين الشخص اللي بيتفرج يعني. بدات التحضير الاول بالقلم الجاف، وبعد كده بدأت تزود طبقات بالقلم الجاف، وبعد كده حطت مساحات خفيفة بالألوان، مساحات هادية، عملت فرشة كده في الأول. الفرشة دي أنا اللي دايما بقول لكم عليها في الشغل، إن إحنا لازم نعملها قبل ما نظلل وقبل ما نلون، يعني في مرحلة تحضير ظل وفي مرحلة تحضير لون كمان، يعني بعد ما حط كده الظلال في أماكنها مبدأش برضو تلوين بالتركيز إن أنا أضغط وأقفل المسام في حتة وأخلص حتة حتة وبتاع، لا أوزع الاهتمام على كل الأجزاء بتاعة الشغل، فده بيعمل ترابط كده ما بين الحاجات والحالة نفسها بتاعة الشغل بتبقى واحدة. فكويس قوي يا إسراء ما شاء الله. ممكن بس نعمل تأكيدات تانية بسيطة ونأكد الألوان شوية في بعض المناطق، وإن كان المود بتاعها دلوقتي حلو مختلف، يعني أنت ترجمتيلي المشهد اللي قدامي في الصورة ده لحاجة فيها خيال وفيها سحر مختلف وروح مختلفة
استمتع بيها وانا بتفرج. جميل، تسلم ايدك. ايه محمود مرسي، كويس يا ايه، تسلم ايدك. احنا طبعا لو تفتكري في ورشة الشجر كنا بنقول اهم حاجة في رسم الشجر ان احنا نظبط الكتلة الخارجية، خطوط الكونتور الخارجية بتاعتها، وما نهتمش برسم الورق ورق الشجر قبل ما نعمل الكتلة. يعني انا كنت عاوز احس ان الجنب الغامق في الشجرة ده او الشجرة الغامقة دي اغمق من كده قبل ما تبتدي تلوين، خصوصا ان ورقتك فاتحة. فعلى طول اول ما نلاقي الورقة فاتحة نعرف ان احنا لازم نشتغل بالغامق، الغامق اللي هو القلم الجاف، فكان محتاج مننا شغل كتير. المنظور هنلاحظ ان انت زودت مساحة الارض النجيلة الخضرة دي، عرضتيها قوي، رفعتي خط الارض فوق، وخط الارض خط الافق نهايته في التلت التحتاني خالص، انت خليتي الخط الافق ده في النص. طبعا فكرة التغيير دي والمعالجة المختلفة دي حاجة فنية هنشتغل عليها بعدين، وهنبقى هتبقي كمان بتعملي ده عن قصد، تبقي بتبوظي المنظور عن قصد وبتغيري في النسب عن قصد وتطلعي من ده حاجات ناضجة وحاجات كويسة. فمفيش مانع ان احنا نجرب نعمل ده ونشتغل باحساسنا اكتر دلوقتي عشان نستكشف بس ازاي نستغل اخطائنا دي بعدين، وتبقى هي اسلوبنا المميز عن بقية الناس. فكويس يا ايه، بس ناخد بالنا بس من تقسيمة الاجزاء بتاعت اللوحة، وكده كده لما بتحطي الصورة جنبها خلاص انت بتشوفي البدايات كانت عاملة ازاي، ونحول الحاجة ابيض واسود ونبص عليها ونشوف الغامق فين والفاتح فين. ووضع اللون في التكنيك ده دوره ثانوي قوي، يعني هو القلم الجاف المفروض ان هو اللي يقوم باللوحة، يعني كأنها لوحة جاف خلصان. بس جميل، تسلم ايدك. هنكمل ونشوف بعد كده هنعمل ايه. اميرة مصطفى، كويس يا اميرة، حلو قوي. هي بس مشكلة السلالم دايما ان درجات السلم بتشدكوا فتقعدوا تعملوا درجة درجة يعني، بس هو عموما كويس، انت رسمها كويس قوي. في بعض الحاجات في المنظور في الصورة اللي على اليمين، الميل بتاعه بس اختلف شوية، لو بصيتي عليه تاني وحللتيه لخطوط هندسية بسيطة هتلاقي ان في جزء كده محتاج يتظبط. هو متعرج اكتر، انت عاملاه هندسي قوي بزياده، فحاولي كده تشتغلي بقى بعفويه في القلم الجاف، ومش حاسس قوي بالقلم الجاف، تحس ان الشغل كله بالالوان الخشب، فشخصيه القلم الجاف مش موجوده، تحسيها لوحه رصاص كده يعني معموله بالتكنيك الناعم بتاع الرصاص. انا عاوز الخشونه بتاعه القلم الجاف تبقى موجوده اكتر من كده، والظلال اللي تحت انت برضو درستي قبل ما تحضري، ما ينفعش ادرس غامق وفاتح ودرجات كتير قبل ما افصل الغامق عن الفاتح، لان انا كده هبقى بدرس على ارضيه لون واحد، فكده انت لون الصور زي لون الارض زي لون الشجر زي لون السماء، تحسي كلهم خامه واحده، مع ان الكادر الحقيقي مليان خامات، حجر وزرع وسماء وحاجات كتير قوي. كويس يا اميرة، برافو. هند ناجي، جميل يا هند، كويس. برضو بدأتي تدرسي قبل ما تظللي، كتل الشجر دي كلها اللي فوق ولا على الشمال واليمين كل ده كان محتاج ياخد تون بالقلم الجاف قبل ما اقعد افصص فيها، لانك لما بتبتدي تفصصي فيهم كده بتعتبريهم كلهم لون واحد بأرضية واحدة وبتهتمي بهم نفس الاهتمام، وده طبعا بياخد وقت ومجهود كبير. فنحاول نلخص الاول ونبسط الدنيا ونبربش هنينا ونحولها لموجب وسالب وغامق وفاتح، وبعد كده نقعد بقى نركز في التفاصيل، لان احنا مش اكيد مش هنعمل التفاصيل في كل حاجه. كويس، كويس انك مراعيه في الورد، الورد اللي واخد منظور والورد اللي باصص لينا، بس حاولي تخلي اللي في المنظور بيضاوي اكتر، انت عامله شويه اللي على اليمين تحت دول عاملاهم مدورين قوي، فمنظورهم بس محتاج يتظبط. بس نكمل شويه بالجاف وبعد كده نلون على طول ان شاء الله. بعد كده حد من غير اسم، عظيم، حلو قوي. انا عاجبني الكثافه بتاعه الشجر وان شخصيه كل شجره باينه، والاداء بالقلم الجاف رائع، حلو قوي. هي طبعا الورقه فاتحه فكنا محتاجين برضو نغمق شويه في الشجر اللي هو على اليمين ناحيه اليمين، كنت عاوز احس اكتر ان هو غامق قبل ما نعمل الملامس وقبل ما نلون كمان، فياريت برضو نشتغل فيها بالقلم الجاف شويه بعدين نكمل. بس كادر مميز وغني طبعا، البرجولة كبرت شوية ولكن ما فيش مشكلة، حلو جميل. يمنى، هايل يا يمنى، حلو. يعني يمنى هنا عاملة معالجة مختلفة،
قدمت لي الكادر بصورة مختلفة، حتى في تغيير في الألوان. الأخضرات اللي في الكادر مصفرة، هي عملت الأخضرات مزرقة أكتر. البيت ده المنظور بتاعه هو مستطيل شوية، هي عملته مربع. اللون بتاعه على برتقاني، هي عملته أحمر. فحلو المعالجة، فكرة إن احنا نشوف الحاجة بعين مختلفة حتى لو احنا مش قصدين. أنا ببقى مع ده أكتر وبستمتع بده أكتر، لأن أنا بشوف الكادر بوجهة نظر جديدة. لكن على قد ما نقدر نبقى فاهمين القاعدة الأساسية، فاهم إن أنا إيه الغلط اللي وقعت فيه، إيه المبالغة اللي أنا عملتها، هل غيرت اللون ولا ما غيرتوش. فلازم عناية تبقى لقطة ده، عشان مع الوقت أبقى بحاول أعرف أبقى متزن، يعني أقدر أعمل الاتنين. أو حتى لما أعملش الواقعية، مش لازم أعمل الواقعية، بس على الأقل أبقى فاهم القاعدة جت إزاي. جميلة يا أمنا، تسلم إيدك. بعد كده آية عبد العزيز. كويس يا آية، برضو في أماكن كتير محتاجة تتظلل، يعني الجنب اللي فوق على الشمال ده بتاع الشجر الغامق محتاج ياخد ظلال قبل ما أقعد أدرس في البرجولة. فمحتاجين نفصل الغامق والفاتح قبل ما ندرس. طبعا المنظور بتاع البرجولة الجزء اللي على الشمال ده بقى ساقط قوي، الخط بقى مايل بزيادة، فده أثر على الأطوال بتاعة العمدان ومالت شوية على جنبها. فيعني لو قدرنا وإحنا بنظل نظبط الحتة دي بس، عشان بس الشكل يبقى متناسق، ما فيش مشكلة خالص إن إحنا نغير في النسب ونبوظ المنظور، ولكن بشكل يكون مرتبط ببعضه. يعني حتى لو بنعمل بورتريه وطولت الوش، لازم بقية الحلول بتاعت بقية الملامح تبقى متماشية مع اللي أنا عملته ده. إنما مينفعش أبقى بعمل واقعي وأطول الوش، أو بعمل واقعي وأكبر المناخير، أو بعمل واقعي وأكبر الودان. لا، أنت لو هتبالغ بالغ في كله، أو ما تبالغش خالص، ارسم واقعي خالص. فده اللي بتكلم عليه. أنت عاملة كل حاجة بشكل واقعي تمام وفي مكانها وبنسب جميلة، بس جيتي في حتة صغيرة بوظت المنظور. فده معناه إن أنت بوظت المنظور. لا، أنا عاوز لو هتبوظي بوظي في الكل، أو لو هتظبطي اظبطي في الكل. بس جميلة يا آية، برافو. إسراء أبو بكر. بصوا بقى إسراء، يعني قلبت شقلبة الكادر خالص، قدمت لنا حاجة مختلفة، فيها دراما كده وفيها قصة، وكبرت الأشخاص، وبقى البطل بعد ما كان هو الظل والنور والشجرة الكبيرة دي والأنوار اللي مرمية على الأرض والظلال، بقى البطل هو الولد والبنت والبيت اللي ورا. فعملت حكاية جديدة، حلو، أنا عاجبني جدا. وكمان الخلفية اللي شالت منها السماء خالص وكبرت الشجر اللي ورا، خلت فيه دفئة أكتر في الكادر، استخدام الأصفرات الكتير، التكاتف بتاع كل حاجة، مفيش الفراغ والبراح الموجود في الصورة الأصلية. جميلة قوي يا إسراء، برافو. هنا في تناسق هو، حتى هي رسمة نسب مش سليمة، ومع ذلك تحسوا بالتناسق، نسبة الشجرة مش سليمة، ونسبة البشر مش سليمة، ونسبة البيت مش سليمة، فكلهم معمول لهم معالجة كويسة. جميل يا إسراء، تسلم إيدك. إيمان عامر. كويس يا إيمان، برافو، أداء جميل. بس برضو القلم الجاف كان محتاج يدخل في الشجر اللي ورا الغامق ده كتير. احنا محتاجين يا جماعة نحول الصورة أبيض وأسود، عشان نبقى بس مدركين لده قبل ما نلون، عشان اللون لما بيتحط على أرضية فاتحة بيبقى هش وضعيف، بيبقى تحس ان هو فلات. لا، احنا العمق ده اهم حاجة الاول، التجسيم اهم حاجة الاول قبل ما نعود نلون. بس كادر جميل، ورسم الاشخاص كمان والفيجرز هايل، حلو قوي. شيماء طلال. جميل يا شيماء، ما شاء الله، برافو، انجزتي في وقت قياسي، برافو عليك. الشجرة بس الفاتح بتاعها مش فاتح قوي كده، ممكن نديله تون خفيف، وفي بعض الغوامق زيادة شوية ممكن نغمقها، حتى ممكن نعملها بالأخضر الغامق، يعني دخلي بقى أخضر غامق في الشجرة الجاف اللي انت عملتيها دي. هاي يا شيماء، برافو. فاتن البردوي. كويس يا فاتن، معالجة الشجر جميلة ومختلفة، ولكن برضو عندنا نفس المشكلة بتاعة الجاف، الجاف مش واخد حقه. وبدأت تدرسي على أرضية فاتحة، ما رميتيش فرشة الأول غامق وفاتح وسالب وموجب وكتلة وفراغ قبل ما تقعدي تدرسي كل جزء شجر. فطبعا ده بياخد وقت وبيخلي الحاجة منفصلة ملهاش علاقة ببعضها، لأن كل عنصر معمول بحالة معينة. ولكن كويس، خلينا نكمل ونقفل الفراغات اللي باينة بلون الورقة دي، ونكمل الكادر ونحاول نصنع انسجام أكتر من كده. شكرا يا فاتن. رقية خليل،
جميل قوي رقية، حلوة قوي الحالة بتاعت البراح الموجودة والهدوء اللي موجودة في الكادر. محتاجين ندخل أورانجات في الأرض مش أصفر بس. كنا محتاجين نشتغل بالقلم الجاف برضو، نفس التعليق على نفس الكادر ده، إن الكتلة اللي فوق على الشمال محتاجة غامق كتير بالقلم الجاف، الكتلة اللي على اليمين فوق برضو محتاجة غامق كتير. وإن كان اللي انت عاملاه ده برضو معالجة مختلفة، تكسير قواعد، كأنك بدل ما الكادر كله يبقى غوامق انت خليت الكادر كله فواتح، ففي حالة حلوة، حالة مختلفة. بس خلاص بما اننا صورناها مفيش مانع نقعد نشتغل فيها شوية بحيث نشوف الحالة التانية بقى عاملة ازاي. شكرا يا رقية. ده شفناه جميل، ده برضو شفناه ده خلاص كويس. هنا حد من غير اسم ولكن برضو كويس، فيه تلقائية وعفوية حلوة قوي في معالجة الأشجار، ولكن بينقصوا الغامق والفاتح والعمق، محتاجين نشتغل بالقلم الجاف أكثر من كده. طبعا بعد ما فردنا اللوحة كلها ألوان القلم الجاف هيبقى صعب يشتغل، فلو عندكم فرصة ان انتوا تعملوا محاولة كمان، احنا كده كده ما فيش واجب، يعني الواجب كان ان احنا نخلص الكادر بتاع النهاردة ده، فلو تقدروا تعملوا حاجة كمان على تمن فرخ مثلا ونشوفها كادر برضو من الأسماك أو الأرمان، ونشوفها على الفيسبوك بعد كده بعد ما تكونوا خلصتوا ده، ياريت، لان احنا النهاردة جربنا وعرفنا مشاكلنا ايه واخطائنا ايه، فممكن نعالج ده في الواجب بقى. طيب هنا برضو حد من غير اسم. هنا اول مشكلة طبعا حصلت واول تكسير قواعد حصل، ان الكادر بالعرض وترسم بالطول، فطبعا النسب كلها ضربت، فماشي. فيعني دي ممكن طريقة من طرق تكسير القواعد، ان انا ابقى برسم حاجة خلف خلاف كده فتطلع شكل مختلف، ممكن، بس مش عاوزين نكسر القواعد بشكل يعني جامد قوي كده، ده بالراحة واحدة واحدة هنعمل ده مع بعض. على الاقل ابقى بس فاهم القاعدة دلوقتي، فاهم ان انا قدام كادر مستطيل بالعرض، فلازم الورقة بتاعتي تبقى بالعرض وارسمها بالعرض عشان ما يبقاش فيه مشاكل كبيرة قوي في النسب كده. تمام. هنا بس في مشكلة في التصوير شوية، وتقريبا هي اخدت سكرين شوت، فالصور طالعة مبكسلة، فانا مش شايف الاداء بتاع القلم الجاف، طالع كأنه تنقيط، ولكن ظاهر ان الكتلة كويسة واماكن الغامق والفاتح معمولة كويس. برافو. الورقة برضو فاتحة. خلينا نكمل شوية بالقلم الجاف لحد ما نحس ان احنا خلاص كفاية ونبدأ نلون بس كده. تمام شكرا. ياريت نظبط الملاحظات اللي اتعملت دي، وياريت لو حابين تعملوا حاجة اضافي برضو ممكن نشوفها، وبعد ما الشغل يخلص نشوفه كده ونشاركه على الفيسبوك عشان بقية الناس تتفرج عليه وعشان احنا كمان نتفرج عليه. واسمعوا بقى التسجيل بتاع المعالجة الفنية اللي هيتبعت على القناة. شكرا يا جماعة، مع السلامة.